them, but I probably skipped it. The antibiotics, pathology. الساعة 12:30 فقالت طيب يبقى كده العيال مش هيقدروا ينزلوا خليها بعده. قلت لها مفيش بعده حضرتك لان بعده هيبقى عندهم امتحانات براكتيكال بقية المواد. فقالت طيب خلاص حلها ايه؟ مش قالت هننزل يوم الثلاث مش محاضرة طبعا لان هيبقى يوم الثلاث فالدكتورة سحر اي ثينك المدرج اللي هتنزل فيه هتكون بتفنش الحاجات الاخيره في المنهج النظري فهي هتنزل في اخر 10 دقائق 5 دقائق يعني هتبقى من الساعه 10 ل 10 مثلا هتنزل في الاخر عشان تقول لكم ايه اللي ما يجيش في الامتحان. ما ينفعش تقول لكم اللي مشكوك بس خلي بالكم من هذا اللفظ. فاهمين حاجه؟ وان كانت الست بشكل عام ويكونسيدر الظروف اللي موجوده زي ما قلت يعني لكن احنا بنسمي اسم المايكرو لو اقول لكم تشابتر كذا مشروط ما ينفعش لا لازم تحطوا نفسكم مكاننا. المايكرو لو كل المطلوب منك انت عارف ان ملخص المايكرو لو الديزيز فيه اسم البكتيريا هتقول اسمها ما فيش يبقى النون سبيسيفيك عشان شهر انا مش فاكر على اخبار على كل بجد هو ده اللي مطلوب من طالب طب بالنسبه للمايكرو مفيش اكتر من كده. لكن احنا في الباثولوجي ما ينفعش لان احنا سيمبلي عندنا حاجات مش هتتقال بعد كده خالص. فاهمين؟ فاهمين اللي انا بقوله؟ ولكن تسريبات يعني الست قالت شابتر البلد ممكن اقول لهم مش مهم خالص. طب ما هو شابتر بلاد اساسا اللي هي مش طول ما هو سي ما عدا اللوكيميا اللي هي بي ما بتجيش. فاحنا نقول البلاد مش طول صباح القشطه ما هو كله مش طول. طب ما هو النيرفس ما فيهوش غير موضوعين هي بس انا هقولها لهم هقول لهم الموضوعين دول. فهي القصه ماشيه ازاي؟ ورفضت تماما ان احنا يبقى عندنا حاجه اسمها اختياري. الموضوع الاختياري ده موضوع شاعة طلعت كلية الطب على فكرة كان فيها اختياري من حدود 10 سنين. يعني ايه اختياري؟ احنا الامتحان اللي هيجيلكم سواء ورقة أولى أو ورقة تانية هيبقى 5 جروبس. احنا ما بنحطش أسئلة بنحط جروبس زي ما انتم امتحنتوا في الترم الأولاني كده. ففي قالت طب ما نحكي نعمل جروب اختياري. عارفين يعني ايه اختياري؟ يعني تحل ده تحل ده. فانت في النهايه بدل ما يبقى لي خمسه تحل اربعه. فاهمين القصه ماشيه ازاي؟ رفض تماما طبعا رفض تماما لان قالوا ان احنا عندنا الكونديشن بتاعنا منع نوعيه الاسئله جيب ان اكونت ومنع الاختيار في الاسئله لان الدكتور مش من حقه ان هو يختار العيان اللي عايزه. فاهمين حاجه من اللي انا بقوله؟ ففي حاجه مرفوضه وان كان في الطب كان في اختياري قبل كده فلم يطرح الاختياري. لم يطرح الاختياري. في حد طرح عنده اختياري حتى في المايك والكلام ده؟ يعني اختياري يعني حتى في خمس سنين هنكمل على بركه الله. كنا خدنا الاوفيريان تيومر والاوفيريان تيومر اهم حاجه هي السيرفس اوفيريان تيومر والسيرفس اوفيريان تيومر اللي خدناها النوبه اللي فاتت هي المجموعه البيناين لان كان اهمهم الكومباريزن ما بين السيرس والميوسينس. وازاي نفرق بين السيرس والميوسينس في الجار لان دول جارات مهمه تفرقها ما بينهم بايه؟ الكام سكشن المالتي نوكيلر ميوسينس السنجل كيول سيرس بالاضافه لفروق كتيره جدا في النظر. النوع الثاني من البناين تيومر سيرفيس او الثالث حاجه بيسموها البرينر تيومر. عاوزكم تعرفوا ان البرينر بحرف البي بيقلد البلادر بحرف البي لان البرينر
ده تيومر في معظم الاحيان بيبقى صوليد زي ما انتم شايفين بيطلع في الستات العواجيز مش مهم تحت الميكروسكوب بيبقى عباره عن نيستس اوف ترانزيشنال ايبيثيليوم عشان كده بيقلد البلادر وسط فايبرس ستروما ده اسمه البرينر مش عاوز كل الكلام ده انا عاوز ان البرينر واحد بالسيرفس ايبيثيليال تيومر البرينر بحرف البي بيقلد البلادر بحرف البي في معظم الاحيان البرينر بيناين لان مفيش حاجه اسمها مالجنانت برينر فيري فيري رير اتوصف بس فيري رير النوع الرابع من البيناين سيرفيس ايبيثيريال تيومر الاندوميتريويد تيومر والكلير سيل كارسينوما دول مش بيناين في معظم الاحيان مش في معظم الاحيان في 100% من الاحيان ما بنلاقيش حاجه اسمها بيناين اندوميتريويد تيومر او بيناين كلير سيل كارسينوما مفيش حاجه اسمها كده لان دايما البيناين لان انتوا عارفين السيرفيس ايبيثيريال تيومر بتقسم لبيناين بوردر لاين اند مالجنت ما بنشوفهمش ابدا اللي بنشوفه بس بيناين هو البرينر لكن الباقيين لا مالجنت لان المجموعه الثانيه من السيرفيس ايبيثيريال تيومر اكتبوا عليها كاتيجوري بي اسمها الانترميديت او البوردر لاين سيرفيس ايبيثيريال تيومر يعني ايه انترميديت يعني ايه بوردر لاين المجموعه دي دكاتره اشهر تيومر فيها في بوردر لاين السيرس والميسس بنعرف ازاي التيومر بتاعنا بوردر لاين بنلاقي ان البابيلي بقت كومبلكس الخلايا بقى فيها اتيبيا يعني ايه اتيبيا يعني فيها كريتيريا اوف مالجنسي اهم كلمه عشان الام سي كيو لان ده هي المعلومه الوحيده ما بيبقاش فيه سترومال انفيجن يعني ايه ما فيش سترومال انفيجن يعني دي بلغه الباثولوجي بنعتبرها كارسينوما انسايت ده الاستروما انفيجن معناها لسه ما حصلش بيزمنت ممبرين انفيجن البوردر لاين تيومرز هي مالجنت ولكن لسه ما اتخرمش البيزمنت ممبرين كلكم اتعلموا تحت كلمه وذاوت استروما انفيجن لان هو ده التفريقه الوحيده ما بينها لان المجموعه الثالثه من التيومر اللي بتطلع من السيرفيس ايبيثيليوم اكتبوا عليها برضو كاتيجوري بي المجموعه دي اسمها الاوفيريان كانسر او المالجنت اوفيريان تيومر لان المالجنت اوفيريان تيومر لا تطلع في معظم الاحيان دونوفو يعني دونوفو يعني ست يجي لها ورم في الاوفري من الاول هو مالجنت لا اما اون توب اوف بيناين او بوردر لاين مش احنا اتفقنا ان السيرفيس ايبيثيريال تيومر لا بيناين لا بوردر لاين لا مالجنت لا اما تطلع دونوفو لا تطلع اون توب اوف بيناين او بوردر لاين يعني بيناين سيرس بيناين ميوسينس الايتيولوجي ما فيش ايتيولوجي طبعا لان يعتبر قلناه الباثولوجي التيومر الاوفري ده سوليد اورجان ولا اورجان لوميكوس سوليد عشان كده التيومر بيبقى انفلتريتنج مراجيك نيكروتيك فرايبل ماس وما يميزه ممكن التيومر يبقى سوليد خالص ممكن يبقى سيستيك وممكن يبقى فيه بابيلي ممكن ما فيهوش بابيلي لكن اهم شيء يهمنا هو التقسيمه بتاعتهم تحت الميكروسكوب لان المالجنانت اوفيريان سيرفيس ايبيثيريال تيومر بتتقسم للانواع الاتيه تحت الميكروسكوب اشهر نوع تحت الميكروسكوب اشهر نوع تحت الميكروسكوب هو كان ايه اشهر بناين تيومر لو تفتكروا السيرس يبقى المالجنانت بتاع السيرس اللي اسمه بابيلاري سيرس ستادينو كارسينوم التيومر ده هو المالجنانت كاونتر بارت بتاع السيرس تيومر بيبقى عباره عن بابيلي ولكن الخلايا مالجنانت والكور بتاعها بيبقى انفيدد بالمالجنانت سيلز والتيومر ده بيبقى فيه بابيلي انتوا عارفين ابعد حته على الجلاس لايف بابيلي هي التبس فالتب بتقع واما التب بتقع الخلايا تموت ويبدا يترسب عليها كالسيوم فتبان تحت الميكروسكوب كانها حبه رمل على السلايد فدي بيبقى فيها حاجه اسمها ساموما بودي ساموما ده عالم انجليزي ولا عالم الماني ساموما مش عالم امال يعني ايه كلمه ساموما ساموما دي كلمه عربيه لان اول ناس وصفوا كلمه سموم عارفين يعني ايه السموم بالعربي رمل دي كلمه في القران السموم هو الرمل العرب بيسموا بالفصحى الرمل السموم لان العرب هم اول ناس وصفوا تيومر
بيطلع في المننجيس عليكم اسمه مننجيوما. وكانوا بيقولوا لما بيقطعوا التيوبر ده بيلاقوا حبات رمل جواه، فكانوا بيسموه الورم ذات السموم. اما جم الغرب يترجموا كلمه سموم ما كانوش يعرفوا ان دي معناها رمل، فترجموها ترجمه موسيقيه. على فكره سموم بودي از نوت نمونيك لحاجه، يعني كان في سؤال بيسالوه في الاورا يقول لك تعرف التيومر اللي فيها سموم بودي؟ فالطلبه كانت تقول لهم منين جيوما، يعني ده عندكم في العملي بلس الفابيلر سيرس سيستادينو كارسينوما بتاع الاوبري، ودي معلومه مش صح. اي بابيلر ليجن، اي بابيل، عارفين البابيلر ترانزيشن سيل كارسينوما في الندر بيبقى فيها سموم باطن، البابيلر ترانزيشن في اليوريتر سموم باطن، البابيلر ثيرويد كارسينوما اللي هناخدها سموم باطن. مفيش حاجه باثوجنومونيك السموم بودي دليل على شيء. السموم بودي ما هي الا ديستروفيك كالسيفيكيشن، ولكن يهمني المالجنت اوبريان تيومر اللي بيبقى فيه سموم بودي بابيلر سيرس اللي هو البابيلر الوحيد. اثنين، ممكن المالجنت اوفريان تيومر تبقى ان فورم اوف ميوسيلس سيستادينو كارسينوما، لان دي بتبقى اون توب اوف ايه؟ ميوسيلس تيومرز زي الادلو كارسينوما في اي حته. ممكن تبقى مالجنت برينر، يعني مالجنت ترانزيشن فيري رير، لان انا لسه قايل لكم من دقيقه البرينر بيبقى بيناين في معظم الاحيان. ممكن تبقى اندوميتريويد كارسينوما، يعني ايه اندوميتريويد؟ تشبه الاندوميتريا كارسينوما اللي خدناها. ممكن تبقى كلير سيل كارسينوما، لان هي دي السيرفيس ابيثيليوم. تقسيمه الاوفريان كانسر دي كاتيجوري ايه؟ لان دي المالجنت كاونتر بارت بتاع البيناين، والسبريد بتاعها بيبقى دايركت تو اي حته، وممكن يعمل هيموراجيك اسايتس ليمفاتيك، وممكن بلاد، وطبعا بلاد ده هيبعت الاول ال ولا ال اللنج في كل الاحوال، لان هي دي السيرفيس ابيثيريال تيومر اللي تهمك واللي بينزل في النظري. ما حدش هيجي لك سؤال في الامتحان يقول لحضرتك كلمني عن السيرفيس ابيثيريال تيومر اوف ذا اوفر، لكن هيجي يقول لك كلاسيفاي، فتقول له ان هم خمسه اكوردنج للسيل اوف اوريجن، وكل مجموعه بتتقسم لثلاثه بيناين بوردر لاين وماليجنت. وهيجي يقول لك بعد كده كلمني على سيرس، كلمني عن ميوسيلس، لكن في معظم الاحيان هيقول لك كومبير بتوين السيرس اند ميوسيلس اللي هي البيناين، لان العيله الثانيه من عائلات الاوفريان تيومر اسمها السكس كورد سترومال تيومر، لانها بالظبط عامله زي السكس كورد سترومال تيومر اللي خدناها فينا قبل كده في التستس. لان حد يعرف مين هي السكس كورد سترومال سيلز؟ مين هي السكس كورد سترومال سيلز؟ السكس كورد سترومال سيلز دول خمس خلايا موجودين في الرجاله والستات. الجرانيلوزا والثيكا موجودين اكتر في الستات. سيرتولي ولايدنج موجودين اكتر في الرجال. الفايبروبلاست في الاثنين قد بعض. لان اشهر لازم تعرفوا اكتبوا على الجيرم سيل سترومال تيومر كاتيجري بي. ما جاش ولا مره سؤال ريت، لكن بتتفسقوا فيه في الام سي كيو. الجرانيلوزا سيل تيومر هو اول واحد من السكس كورد سترومال تيومر. لازم تعرفوا ان كل السكس كورد سترومال تيومر بيناين ولا مالجنت؟ في معظم الاحيان بيناين. لان الجرانيلوزا سيل تيومر 85% من الاحيان بيناين، 15% مالجنت. التيومر بيطلع في سن ايه؟ ودي وساخه الجرانيلوزا سيل تيومر. بيطلع ان اني ايج في اي سن. التيومر جروسلي ادي ده شكل الجرانيوزا سيل تيومر، بيبقى كابسوليت، ممكن يبقى سوليد او سيستك. اهم حاجه لونه يلوش، لان انت لو لقيت تيومر بعينيك لونه يلوش معناه ايه؟ معناه انه ممكن يفرز. لان ايه مشكله الجرانيوزا سيل تيومر قبل مشكلتها شكله تحت الميكروسكوب؟ لان ده اللي بيجي في الام سي كيو. الجرانيوزا سيل تيومر تحت الميكروسكوب الصوره اللي قدامكم دي، لان هو بيبقى مكون من بروليفريتد جرانيلوزا سيل. طب انا هعرف ازاي السلايد ان دي جرانيلوزا سيل؟ هتبقى رافعه لي علم تقول انا جرانيلوزا؟ لا. يعرف الجرانيلوزا سيل تيومر بحاجتين. واحد، حد الاول يعرف النورمال جرانيلوزا سيل دي موجوده فين؟ موجوده في الجرافيان فوليكل. بتحوط ايه؟ الاوفر، هي دي اللي حوالين الاوفر.
اول حاجه اعرفك الجرانيولوزا سيل تيومر، واهم حاجه بتلاقي ان هذه الجرانيولوزا سيل بتحوط فراغ. هي بتحمل تقلد مين؟ الجريفيان فوليكل. بيسموا هذا البودي، لان مفيش اوفم هنا، بيسموه كول اكسنر بودي. علموا عليه الكول اكسنر بودي، ده كاركترستيك للجرانيولوزا سيل تيومر، لان هو بيحاول يعمل جريفيان فوليكل. الخاصية التانية اللي بنعرف بيها الجرانيولوزا سيل، هجيب لكم صورة هاي باور. ادي الصورة الهاي باور، هتلاقي النيوكلياي بتاع الجرانيولوزا سيل مشقوقة، في نيوكليار جروف بره، بيسموها كافي بين نيوكلياي. يعني ايه كافي بين؟ عاملة زي حبة القهوة البن، عاملة زي حبة السوداني، بيسموها كافي بين نيوكلياي. الجرانيولوزا سيل تيومر عشان ام سي كيو بيجي بالهبل في الام سي كيو. الجرانيولوزا سيل تيومر، ايه الحاجات اللي تعرفك ان ده جرانيولوزا سيل لا تحت الميكروسكوب؟ واحد كول اكسنر بودي، اتنين بيبقى فيه نيوكليار جروف. مشكله الجرانيولوزا سيل تيومر من دقيقه واحده قلت لكم بيطلع في سن ايه؟ اني ايج، لان من حيث السن بيقسموا الجرانيولوزا سيل تيومر لنوعين كبار. في حاجه بيسموها الادلت جرانيولوزا سيل تيومر. يعني ايه ادلت؟ يعني بتطلع في الفيميل الادلت بعد ما بيكونوا بلغوا، وده بيسكريت استروجين، والاستروجين هيعمل في الستات دي ايه؟ اندوميتريال هايبر بليزيا. بلاش كلمه سيستك يا حبيبي، اندوميتريال هايبر بليزيا يقلب اندوميتريال كارسينوما، وماماري هايبر بليزيا تقلب ماماري كارسينوما. ودي عليكم كيس بيجي يقول لك واحده ست عجوزه عندها مشكله في الاندوميتريا، كحتناها طلعت اندوميتريال كارسينوما، وكان عندها تيومر في الاوفري، هو بيقول لك كده طلع جرانيولوزا سيل تيومر. واول سؤال باربع درجات، if there is any relationship between the ovarian tumor and the lesion in the endometrium، طبعا لان انتوا عارفين الاندوميتريال كارسينوما ايز استروجين ديبند، والجرانيولوزا سيل تيومر بيسكريت اول مشكله للجرانيولوزا سيل تيومر لو هي ادل تايم. يعني ايه ادل تايم؟ طالعه في الستات بعد البلوغ، هتبريسبوز لاندوميتريال هايبر بليزيا ثم اندوميتريال كارسينوما، ماماري هايبر بليزيا ثم ماماري كارسينوما. لان الجرانيولوزا سيل تيومر ممكن تطلع في البنات الصغيره، بيسموا النوع ده جوفينايل جرانيولوزا سيل تيومر، زي الصوره اللي قدامكم دي. لو طلعت في بنت صغيره خمس ست سنين، ساعتها كميه الاستروجين اللي هتسكريت هتبقى كتيره. هتعمل ايه في البنت الصغيره دي؟ بريكوشيس بيوبرتي. كنا خدنا قبل كده بناين تيومر 6 كورد سترومال تيومر في التستس كان بيعمل بريكوشيس بيوبرتي في الاولاد. اللايدك سيل تيومر، لا اللايدك سيل تيومر كان بيسكريت اندروجين. مفهوم اللي بقوله؟ لان النوع الثاني السكس كورد سترومال تيومر هو ده شكله، بيسموه فيكوما، لكن في معظم الاحيان بيبقى فيكوما فايبروما. لان السكس كورد سترومال تيومر اللي اسمه فيكوما، بس في معظم الاحيان فيكوما فايبروما، التيومر ده كل السكس كورد سترومال تيومر معظمها بيناين ولا مالين؟ بيناين. ده 95% بيناين. الفيكوما او الفيكوما فايبروما 95% بيناين. السن اللي بيطلع فيه بوست مونوبوزال فيميل، بيطلع في سن ايه؟ يعني هل في حاجه اسمها جوفينايل فيكوما فايبروما؟ لا. جروسلي عامل بالظبط زي الجرانيولوزا سيل تيومر، بيبقى كابسولين سوليد، ولكن اللون بيتحكم في الريليشن مين المتكاثر اكتر. لو تيومر مسفر يبقى الثيكا سيل هي متكاثره اكتر، لان الثيكا سيل زي الجرانيولوزا بتسكريت استروجين. لو التيومر بيبيض يبقى الفايبروبلاست هي المتكاثرة أكتر. تحت الميكروسكوب أدي ده شكل الفيكوما فايبروما. في البيور فورم المتكاثر هي الثيكا سيل. حد يعرف الثيكا سيل؟ الثيكا سيل عاملة زي الفايبروبلاست ولكن بلان بي سيتوبلازم، كلير سيتوبلازم، لأنها بتسكريت استروجين. لكن بنلاقي دايما معاها فايبروبلاست عادية، لأن هو دايما بيبقى ميكشر، مفيش حاجة اسمها بيور فيكوما. فيري رير، دايما بيبقى المتكاثر الثيكا سيل والفايبروبلاست. التيومر ده مشكلته ايه؟ استروجين سكريتنج تيومر.
يعني يعمل ايه في الستات؟ ينفع يعمل لهم بريكوشس بيوبرتي؟ ليه؟ بيطلع في البوست منوبوزك في مين؟ امال كان مين الوحيد اللي بيعمل بريكوشس بيوبرتي؟ الجوفينايل تايب اوف جرانيلوزا سيل تيومر. لكن الثيكوما فايبروما بيعمل ايه؟ مشكلته عامل زي الادلت جرانيلوزا، بيبدا يسكريت استروجين فيدخل الست في اندوميتريال هايبر بليزيا، اندوميتريال كارسينوما، ماماري هايبر بليزيا اند ماماري كارسينوما. لان التيومر بعد كده السكس كورد سترومال تيومر، الصوره اللي قدامكم التيومر ده بيسموه سيرتوري لايدنج سيل تيومر. سيرتوري لايدنج هو نورمال في السكس كورد ستروما بتاع الاوفري في لايدك سيل وسيرتوري سيل؟ اه طبعا موجودين، لان الاوفري في الستات بيطلع اندروجين اللي ما يعرفش، وفي سيرتوري سيل وممكن يتجنن السيرتوري سيل واللايدك سيل. وساعتها بيسموه اري بلاستوما، بيسموه اندرو بلاستوما. عارفين يعني كلمه اندرو؟ يعني ذكوري. لا التيومر ده نفس الكلام، بيبقى دايما صالد، ممكن يبقى سيستك. اهم ما يميزه لونه يلوش. مش ملاحظين كده كل السكس كل سترومال تيومر بتسكريت ايه؟ هرمونز، انا ما قلتش استروجين. لا التيومر ده اللي اسمه سيرتوري لايدنج سيل تيومر تحت الميكروسكوب، ادي ده شكله. حد شايف شكل السيرتوري لايدنج سيل تيومر تحت الميكروسكوب؟ حد شايف الخلايا الحمراء دي كلها؟ دي اللايدنج سيل ومترتبه على شكل ايه زي ما انتم شايفين؟ كانها سيمينيفرس تبيول. هو ده السيرتوري لايدنج. مشكلته ايه؟ مشكله التيومر ده انه هيسكريت ايه؟ دايما اللي بيدومينيت في السيرتوري لايدنج هي اللايدنج، واللايدنج بيسكريت اندروجين. طب ايه المشكله؟ لو ست بدا يسكريت عندها اندروجين بكميه كبيره، بتخش هذه الست في ماسكولينيزيشن. تعرف يعني ايه ماسكولينيزيشن؟ يعني الصورة اللي قدامكم ده ماسكولينيزيشن. الماسكولينيزيشن اشهر اعراضه ست ويبقى عندها هرشوتيزم. تعرف يعني ايه هرشوتيزم؟ شعر بودي هير في السكس اريا. ستات عندهم شعر ولكن الشعر بتاعهم نوت ان سكس ارياز زي شعر ست. فدي حاجه اللي بقولها قلب هايل بعيد عنها. اما يزيد الاندروجين لو هي بنت صغيره بيشتغل على الكليتورس لو هي مش متطهره، فبالتالي بلاش كلمه متطهره لو هي مش مشوهه، لان مش حاجه اسمها طهره في البنات، فيبدا يكبر الكليتورس ويشتغل على الليبيا ميجورا فيعملها يقفلها فكانها سكروتا. فساعتها انتوا عارفين الكلام ده بيعمل مشاكل، لانه ممكن يدخلها في الانترسكس. تعرف عن الانترسكس؟ ساعتها ابوها وامها يشوفوها ان هي راجل. حد فاهم حاجه من اللي انا بقوله؟ يس. لان التيومر ده ممكن يطلع في اي سن. دايما ال مفيش حاجه اسمها ترو هيرمافرودايت. تعرف عن ايه ترو هيرمافرودايت؟ ترو هيرمافرودايت يعني راجل وست في جسم واحد. في بس فيري رير، وتلاقوا الانسان مشوق بالنص، على الناحيه اليمين تستس وعلى الناحيه الشمال اوفري. فيري رير في معظم الاحيان. مشكله الانتر سكس ديت بتبقى فولس سودو هيرمافرودايت، يعني يبقى راجل ويظهر كانه ست، ست وتظهر كانها راجل. تعرفوا اشهر سبب للسودو هيرمافرودايت؟ مش مكتوب عندكم بس كان لازم اقوله. لا، حاجة اسمها ستيكلر فيمينيزيشن سندروم. اللي انتوا خدتوه في الفسيولوجي ده حاجة تانية. ستيكلر فيمينيزيشن سندروم ده راجل وهو امبريو راجل، الجينيتك تايب بتاعه اكس واي، وتبدا التستس بتاعته تطلع اندروجين. العيب الوحيد اللي فيه ان ما عندوش اندروجين ريسبتور، فطالما ما عندوش اندروجين ريسبتور الاندروجين هيتحول انتو بوتنت استروجين، فساعتها هيتولد مفيش اندروجين، فتلاقي ان البينس بتاعه ريدمنتري، هيشوف ابوه وامه ان هو ايه؟ كليتورس. بلس ان السكروتم مش هيتكون فهيبقى بيفيد سكروتم، هيشوفوه كانه ايه؟ فالفا. والبنت دي لما تكبر تطلع جميله جدا، لان ايه اخبارها؟ عندها ايه؟ بوتنت استروجين، لان ده جاي من اندروجين.
فبتبقى جميلة جدا وبتتميز ان ما عندهاش حتى بودي هير. بتبقى البنات الشقرة دي جميلة وتبقى طويلة. المهم بتيجي بعد كده تتجوز. وما بتتجوز ما تخلفش. فجوزها بيكتشف ان عندها مشكلة امينورية. طب انت ليه بتحسق فيها قوي كده؟ يحكى في قديم الزمان ان كان عندنا استاذ نساء. استاذ النساء وهو نايب اتجوز الممرضة اللي عندهم في القسم. لانها لسه عايشة، هو المات وهي لسه عايشة. الست دي انا شفتها طبعا. كانت غاية في الجمال، رائعة الجمال، ممرضة، اتجوزها. وبعد ما اتجوزها لاحظ ان هي ما فيش دورة بتجيلها، فراح لأستاذه، لأن أستاذه كان واطي جدا. راح لأستاذه وقال له دي ما عندهاش دورة. فأستاذه كان شاطر، فعمل لها كاريو تايبنج، الكلام ده كان حاجة و60 بداية السبعينات. فلما عمل كاريو تايبنج لقى إن الكروموسوم الجينو تايب بتاعها إكس واي. فراح مشخص ايه؟ ستيجنر فيمينيزيشن سندروم. اما شخص ستيجنر فيمينيزيشن سندروم طبعا هو المشكله في الاستاذ كان واطي شويه. ان هو راح قال لكل زمايله لكل القصر العيني زميلكم اتجوز راجل. لدرجه ان النواب كانوا بيغنوا له في الاستقبال وفي المستشفى اغنيه شكوكو المشهوره اللي انتوا طبعا ما تعرفوهاش. اللي بيقول فيها بعت الحبيب رساله بالحمام الساجد، رجع الحمام وقال لي حبيبك بقى راجل. وقعدوا يتريقوا عليه فكان الامر يقتضي فتوى شرعيه، هل الجواز بتاعه ده حلال ولا حرام؟ حلال لانه ما كانش عارف. فاتبعت الفتوى للازهر. يعني يطلق؟ ما هو مش الفكره في كده. يطلق؟ والفتوى اللي طلعت في الازهر زي الدكتورة حبيبة ما بتقول ان طبعا ده مش جواز حرام خالص. لان الاصل في الانسان هو الفينوتايب وليس الجينوتايب. حد فاهم حاجة؟ دي بنت، دي ست. انا مالي ومال الكروموسوم الاركيتكتشر بتاعها؟ هو اللي بيتحكم ان انا راجل او ست هو بس الجينات؟ تعرفوا المعلومة دي ولا تعرفوش؟ اللي بيتحكم حاجات كتيرة جدا. الهرمونال بروفايل، اوعى تبصوا للراجل والست سيمبلي ان دي اكس اكس وده اكس واي. دي احد المتغيرات. المهم طبعا قفلوا له ان الجواز حلال خالص، وهو فعلا راح اتجوز ست ثانيه استاذه كانت عندنا وخلف منها وبعد كده طلقها وخلى العيال يعيشوا مع الست اللي هي الراجل ده. انا مش بهرج، انا بتكلم جد. دي كلها مش شغلتي. اللي شغلتي اللي السيرتوني لايدك سيل تيومر الاريوبلاستوما الاندروبلاستوما بتسكريت اندروجين في الستات فبتعمل لنا ماسكولينيزيشن ان ذا فورم اوف امينوريا انفيرتيليتي هيرشوتيزم اللارج كليتورس اند اتسترا اتسترا. لان اخر نوع من انواع السكس كورد سترومال تيومر بيسموه جايناندروبلاستوما. يعني ايه جايناندروبلاستوما؟ يعني كل حاجه متكاثره، السيرتولي اللايدي الجرانيلوزا الثيكا. وده على حسب مين هيدومينيت. لو دومينيت الاستروجين هيعمل لنا هايبر بليزي، لو دومينيت الاندروجين هيعمل لنا ماسكولاريزيشن. ما يهمنيش السكس كورد سترومال تيومر كاتيجري بي. لازم تعرفوا ان جنرال، خلي بالكوا عشان الام سي كيو، السكس كورد سترومال تيومر ان جنرال بيناين ولا مالين؟ فمعظمها بينايت. السكس كورد سترومال تيومر هرمونال سكريتنج ولا نان هرمونال سكريتنج؟ هرمونال سكريتنج. يجي لكم سؤال ريتل عليها غير، بس لو جه معروف الجرانيلوزا والثيكا. مش معنى الجرانيلوزا والثيكا؟ لان دول اللي بيسكريت استروجين. لان عندنا ليجن في الستات معتمده على استروجين. لان العيله الثالثه من عائلات الاوفيريان تيومر بيسموها الجيرم سيل تيومر، اكتبوا عليها كاتيجري بي. الجيرم سيل تيومر بتاع الاوفري هي بتاعت التستس. حد فاكر الجيرم سيل تيومر في التستس؟ مين اشهر جيرم سيل تيومر في التستس؟ كان بتمثل كام في المية يا دكتور احمد؟ 40%. لان نفس التقسيمه مع تغيير كلمه واحده. لان حضراتكم انتوا عارفين
ان 10 جرام سيل تيومر في التستس كان اسمه سيمينوم. لو لقيت سيمينوم في الاوفر بتاع الست، ادي ده شكله عامل زي السيمينوما جروس، وعامل زي السيمينوما تحت الميكروسكوب، وبيطلع برضه في الستات الصغيره. التيومر بيبقى سوليد يوني او باي، ساعتها ما نسموه سيمينوما، نسميه ديس جيرمينوما، لان ده جيرم سيل تيومر بيطلع في التستس وبيطلع في الاوفري. بس لو طلع في الاوفري تحت الميكروسكوب، مش دي سيمينوما تحت الميكروسكوب؟ السيمينوما بتبقى لارج كلير سيل، بيبقى لها نيوكلياس ونيوكليولس سيباريتد باي فايبرس تيشو سيبتي كونتيننج فينايل ليمفوسايت، بس ساعتها يبقى اسمها ديس جيرمينوما. وانا قاعد في البايوبس لو لقيت سيمينوما تحت الميكروسكوب بسال المعيد العيان اسمه ايه؟ لو قال لي فوزي اقول له اكتب سيمينوما، لو قال لي فوزيه ديس جيرمينوما، لان نعم. لو قال لي ايه؟ عصمت، اقول له يعني راجل ولا ست؟ هو انا اهبل يعني؟ طبعا انا بديها لكم يعني بالتسهيل، لان دايما بيبقى مكتوب لنا العينه دي جايه منين؟ فاهمين اللي انا بقصده؟ ومعظمنا لنا زمايلنا اللي بيبعتوا لنا، فانا عارف ان الواد مشمش ده بتاع اندرولوجي بتاع جراحه، لكن الواد بوسي ده بتاع نسا، انا بعرفها من اسم الدكتور اساسا يا واد. مش مهم، لان بقيه الجيرم سيل تيومر عامله زي التست بالظبط. في حاجه اسمها تراتوما جروب، تعرفوا التراتوما؟ التراتوما بيقسموها لايه؟ يلا بسرعه مراجعه على التست. يا اما ماتيور تراتوما، ادي ده شكلها اللي بنسميها في الاوفري ماتيور سيستك تراتوما ديرمويد سيست، لان دي اللي بيبقى فيها بيكشر من كل حاجه. ولكن اهم كلمه، كل الخلايا تحت الميكروسكوب ماتيور. يعني ايه ماتيور؟ يعني بيناين. يعني ايه بيناين؟ ما فيهاش كرايتيريا اوف ماليجنس. طب اقدر لقينا برسنتج منها ماليجنا تحت الميكروسكوب، يبقى ماتيور تراتوما. طب اقدر لقيناها كلها ماليجنا تحت الميكروسكوب، ما بتفكروش، امبريونال كارسينوما. طب اقدر شويه ماتيور تيراتوما وشويه امبريونال كارسينوما، تيراتو كارسينوما. لان هنا بقى في كمان حاجه في الاوفري بيسموها مونوديرمال تيراتوما. تعرف يعني ايه مونوديرمال؟ يعني كل التيراتوما اتحولوا لنوع نسيج واحد. اشهر مونوديرمال تيراتوما في الاوفري شتروما اوفريان، شتروما اوفريان، والعيال بتنطقوا شتروما، هو اسمه شتروما اوفريان. شتروما ده عالم انجليزي ولا الماني؟ شتروما مش عالم، شتروما بلغه الالمان هي صنفور، لان شتروما ده نهر في بلغاريا اسمه نهر السنافر، لان الناس اللي بيعيشوا حوالين هذا النهر سافر دكتور انجليزي في بلغاريا ولاحظ ان كل الرجاله والستات اللي بيعيشوا حوالين النهر اوزعه، وعشان يبان ان هم طوال بيلبسوا طراطير، طراطير طويله، ولون جلدهم زي ما الدكتوره حبيبه بتقول ازرق، لان عندهم سيانوزس، ولسانهم طالع لبره ماكروجلوسيا، وجلدهم مكرمش، ومخهم على قده، عندهم منتر ريتارديشن، لان ده بلغه الطب العندك العدايه كريتينيزم. كلمه كريت بس يا جدعان، كريت يعني مكرمش، يعني السودو بروجيريا. حد فاهم حاجه؟ يعني مكرمش. مش مهم، فكتب قصه، والقصه دي سماها شتروما، قصة سناف سميرفز، يعني شتروما اوفريال يعني صنفور في الاوفري. لا، اي حاجة ريليتد للثيرويد بيسموها شتروما. شتروما اوفريال تمونو ديرمال تيراتوما، كل الخلايا بتاع التيراتوما اتحولت انتو فانكشنينج ثيرويد تيشو. لان دي بنسأل احنا في الاولى، يقول لك ينفع واحدة ست يبقى عندها هايبر ثيروديزم ونورمال ثيرويد؟ حد فاهم السؤال؟ يعني ست بقى عندها اعراض زياده افراز الثيروكسين وعندها نورمال ثايرويد؟ اه، شتروما اوفريان.
لان ساعتها بيبقى عندها كانها ثايرويد زياده ودي بناين، لان ممكن على وزن. يبقى الست عندها كوريو كارسينوما. تعرف يعني ايه كوريو كارسينوما؟ يعني كل المالجنت سيلز اتحولت عنده لمالجنت تروفوبلاست وتسكريت اس جي. ويسالها ينفع واحده ست تبقى عندها بوست بريجننسي تيست وهي مش حامل؟ كوريو كارسينوما. اند ات ست ويجي في الرجاله، لان برضه زي هو نفس الكلام. ما هو جيرم سيل تيومر دي هي دي اخر جيرم سيل تيومر احنا خدناها قبل كده اللي هم بيسموه اليوكساك تيومر. حد يعرف اليوكساك؟ اليوكساك ده مالجنت تيراتوما جروب، الخلايا بتاعته بتبقى كلير هيباتويد جلوميرولويد. وحتى قلت لكم زودوا الكلمه دي عشان الاورا. بيتميز ببودي، حد يعرف اسم البودي ده؟ شيلر دوفيل بودي. امال مين اللي كان فيه كول اكسلر بار؟ الاولاني، الاولاني دي كان اسمه ايه؟ جرانيلوزا سيل تيومر. نورها يا دكتوره تقعد معانا في الايام دي ان شاء الله. في اذر اوفيريان تيومر اكتبوا عليها بي، لا ما مش بي بس قراءه ولا تقرا حتى، لان ممكن، لا هي مش سي رسمي. الاذر اوفيريان تيومر معظمها خدناها في الترم الاولاني مش كلها، لان من الاذر اوفيريان تيومر حاجه اسمها فايبروما. فالفايبروما تطلع في اي حته بما فيها الاوفري. الفايبروما في الاوفري بتعمل حاجه اسمها ميكس سندروم. حد يعرف الميكس سندروم؟ متلازمه ميكس. ميكس ده عالي، لان في ستات بيبقى عندهم اعراض غريبه. واحد عندهم اسايتس استسقى، اتنين عندهم هيدروثوركس بينا وبين بعض على الناحيه الشمال، ثلاثه بيبقى عندهم اوفريان فايبروم. فما كانش عارف يفسر الريليشن ما بينهم. والوقتي معروف الريليشن، لو في ست عندها اوفريان فايبروما، هي الاوفريان فايبروما دي ناشفه ولا طريه؟ ناشفه. فيري فيرم صح. فتقريتيت البروتينيه ساعتها تعمل ايه؟ اسايتس. وما يبقى الاسايتس تنس بتسد الليمفاتيك اللي بتسحب الفلويد من الفلورا على الناحيه الشمال، فالست يبقى عندها بينه وبينكو كايلوثوركس، لكن هو اتوصف في ميكس ان هو ايه؟ هيدروثوركس. فمتلازمة ميكس دي ولا متلازمة ولا نيلة، لأن دي معروف سببها. بيبدأ الموضوع اوفيريان فايبروما فيعمل اسايتس ويعمل هيدروثوركس، دي سموها ميكس سندروم. من الأذر الليمفوما، الليمفوما في الأوفري فيري ميتاستاتيك، ودي خدناها في الترم الأولاني. حد سمع كروكنبرج تيومر؟ هل كروكنبرج تيومر ده برايمري تيومر طالع من الأوفري؟ أمال ده إيه؟ ده مبعوث للأوفري، كان يفسر زمان بإيه؟ ترانس لوبين. نوا دي يفسر بايه؟ ريتروجريد ليمفاتيك. بالتالي كل الكلام ده اتاخد قبل كده فملوش تعليق يعني. لان بعد كده عندنا موضوع مهم جدا للفايبروما طبعا. بصوا بقى معايا عشان تفهموه. ده بيجي كل سنه في الامتحان. وانا لو رئيس اسم ده اهم حاجه اجيبها في الفيميل جيدل سيستم. الصوره اللي قدامكم دي بتوريكم حدث رهيب جدا في الفيميل اسمه الاوفيليشن. لان في الاوفري ما فيش فيميل في الاوفري. اللي قدامكم دي جريفيان فوليكل بتبقى عباره عن اوفم، والاوفم بيبقى حواليها خلايا. حد يعرف اسم الخلايا دي؟ جرانيولوزا سيل. وفي اليوم المحتوم تحت اندر السكريشن اوف ال اتش سيرج. حد فاكر الكلام اللي بقوله ده؟ بيبدا يحصل الاوفيليشن. حد يعرف الاوفيليشن بيحصل ازاي؟ هل في باب كده بيتفتح من الاوفري ده بيتفرقع وتخرم الاوفري؟ هتشوفوها دلوقتي. لان اندر ال اتش سيرش بيبدا الجرانيز سيل الاستروج اللي فيها والفلويد كونتنت يزيد وتروح ناحيه السيرفس. هتشوفوه دلوقتي اكشن بيحصل ازاي. دي الهرمونات اللي عماله توصل للاوفري. الموضوع كله من فوق اندر ال اتش اند اف اتش. في وجود ال اتش سيرش هيوصل ويحصل الاوفيليشن. والاوفيليشن في الستات بينلس ولا بينفول؟ هايلي بينفول كمان، لان بتحسها بشكه. بص الاوفم عامله ازاي، بتبدا الكريفن فورك تطلع على السيرفس وتخرم الكبسول. وفي اليوم المحتوم الصوره دي عارف مين الاخطبوط اللي بيمشي حواليها ده؟ ده الفيمبريال اند اوف ذا فالوبيان تيوب. لحد النهارده مش عارفين ازاي بيمشي. ساعتها في لحظه واحده بعد ما بيحوط حواليه بتروح اندر بريشر طلعه
هذه الاوفم محوطه باي زيونا باللوسيدا اللي هي جرانيلوزا سنت. خدتوا الكلام ده؟ لان الكلام ده كان لازم اوريه لكم واشرحه لكم، لان في موضوع اسمه الاوفيريان سيست. اكتبوا على الاوفيريان سيست، وانا عارف ان انتوا عارفينه ما اقولهوش. في حاجه اسمها اوفيريان سيست كاتيجوري ايه؟ اليوبريشن كده بسبع درجات، لان مفيش فيميل على وجه الارض الا لما لازم يبقى عندها اوفيريان سيست في المبيض عندها. كل الفيميل اللي قاعدين قدامي دول عندهم اوفيريان سيست. الاوفيريان سيست از ا فيري كومن فايند، لان الاوفيريان سيست بنقسمها لنوعين كبار. لان يو بلاستيك اوفيريان سيست، عارفين يعني بلاستيك؟ يعني سيست تيومر. ايه التيومر اللي خدناها في الاوفري ممكن تعمل لنا سيست؟ سيست الحسن والجمال. الماتيور سيستيك تيراتوما، تيراموت سيست، والسيستا دينوما سواء سيرس او ميوسيرس، والسيستا دينوكارسينوما. هل النيوبلازم التيومر السيستيك في الاوفري كومن؟ كومن. هل هي اشهر اسباب الاوفريان سيست؟ لا طبعا، لان معظم السيست بتاع الاوفري ما بتبقاش نيوبلاستيك، بتبقى نون نيوبلاستيك، يعني مش تيومر، فانكشنال. طب واحنا نفرق بينهم ازاي؟ والله في سكت الكلمة أهم حاجة. أنت لو اشتغلت دكتور نسا وحطيت السونار على الأوفري بتاع ست بتاع بنت، لازم تلاقي أوفريان سيست، لازم تلاقي. تعرف تفرق إن ده تيومر مش من تيومر إزاي؟ العلاج هيعتمد على كده. هو ليه إشمعنى قسموها نيوبلاستيك ونون؟ سنجل ومالتي. لا طبعا يا دكتور. لا. التفرقة بين النيوبلاستيك والنون نيوبلاستيك في كلمة واحدة، رقم واحد. خمسة. لو لقيت هذه السيست الدايمتر بتاعها اقل من خمسة تبقى نون نيوبلاستيك، فوق خمسة سنتيمتر تبقى نيوبلاستيك. هي دي، لان انت عارفين لو نيوبلاستيك علاجها ايه؟ التعامل معاها ازاي؟ هتشيل الاوفري وممكن تشيل عفشة كلها. لكن لو لقيتها نون نيوبلاستيك ما تعملهاش حاجه. لان ايه بقى اللي تهمنا نون نيوبلاستيك اوفريان سيست؟ خمسه. النون نيوبلاستيك اوفريان سيست برضه خمسه. السيست والمالتبل بتاعها، السيست والمالتبل بتاعها، ادي كده اربعه، وبعد كده تشوكلت سيست. اشهر نون نيوبلاستيك اوفريان سيست ادي دي شكلها، دي بيسموها الفوليكولار سيست. يعني ايه الفوليكولار سيست؟ هو نورمالي اي ست في التشايلد بيرنج بيريد بيبقى عندها كام جريفيان فولك؟ بتقول لي كتير. اي ست في التشايلد بيرنج بيريد بيبقى عندها كام جريفيان فولك؟ 400. يعني ثيوريتيكال الست ما تقدرش تخلف اكتر من كام عيل؟ 400 عيل. هل تتوقعوا ان ال 400 عيل دول ال 400 جريفيان فولك كلهم هيحصل لهم اوفيليشن؟ لا طبعا. في بعض الجريفيان فوليكل بيتفيل تو رابشر. لو فيلت رابشر الاوفم هتمتص، هيتبقى جرانيلوزا سيل وبتطلع استروجين جوه سيست. هي دي اسمها الفوليكولار سيست. الفوليكولار سيست بتبقى سنجل او مالتي، مالتي اللي نقصد بيها اثنين بالكتير. بيبقى شكلها ايه؟ بتبقى سيست مليانه كلير فلويد للاذكياء. الكلير فلويد ده جواه ايه؟ استروجين. لان هذه السيست بتبقى لاين بيه جرانيولوزا سيل. سببها ايه الفوليكولار سيلز؟ فيلير تو رابشر اوف سم اوف ذا جريفيان فولك. مفيش بنت الا ما عندها واحد واثنين فوليكولار سيست. ده شيء طبيعي. ودي نون نيوبلاستيك. ما تجيش تقول لها ده تيومر. لان في معظم الاحيان الاوفيريان سيست نيوبلاستيك ولا نون؟ نون نيوبلاستيك. لان النوع الثاني، معلش انا همشي بالترتيب ده، المالتيبل بتاع الفوليكولار. يعني ايه المالتيبل؟ المطلب بتاع الفوليكولر هي الصورة دي. لو تخيلتوا جدلا ان في واحدة ست ولا جريفيان فوليكل عندها رابشر، وازاي جريفيان فوليكل بترابشر زي ما انتوا شفتوا؟ بتمشي ناحية الكورتكس وتفرقع الكورتكس. لو واحدة ست لحد النهاردة ما نعرفش عندها ثيك كورتكس، عندها ايه؟ يعني الكورتكس تخين، هتعرف تفرقعه؟ تيجي كل الجريفيان فوليكل كل شهر تروح واحده، وما تروح هناك هتعرف تفرقع؟ فالاوفم تمتص وتتحور اندو فوليكولار سيست. ساعتها
كل الاوفري هيبقى مليان فوليكولار سيست. ادي سموها بي سي او، بي سي او بولي سيستيك اوفريال ديزيز، اللي هي بيسموها شتايل ليفنسال سندروم. البي سي او بالعربي هو تكيس المبايض. لحد النهارده ليه الفوليكل ما بتفرقعش؟ ما يعرفوش، بيقولوا احتمال ان الكورتك ثيكت. الست تشتكي من ايه؟ ما عندهاش اوبيليشن، فالست بقى عندها امينوريا او هايبو امينوريا، هايبو منوريا. الست بقى عندها انفرتيليتي، اوعى ما تخلفش عشان ما فيش اوبيليشن. الست بقى عندها هرشيتيز، شعر بيبقى عندها اوبيستي. ده شتاين ليفنسال سندروم. حله ايه؟ لو اديتها كلوميد كلوميفين ستريت ما تضيقش برضه. حل البي سي او دي كورتيكيشن، كانوا زمان يمسكوا الاوفري كده ويروحوا مقشرينه بالمشرط، يقطعوا له الصين ويروحوا مخيطينه جوه الفالوبيان تيوب، كانت النتائج زي الزفت لانه بيهيل باي اديجن. دلوقتي بيعملوا ليزر ايفابورايزيشن، خشوا بالليزر ويروحوا شايلين الكورتكس بتاعه، لان شكله بيبقى مميز بالسونار. بتوع النسا بيشخصوه لانه جروسلي وبالسونار وتحت الميكروسكوب يشبه، بيسموه فوندرام ابيرنس. مش مكتوب عندهم تعرف عليه فوندرام؟ زمان التليفونات كانت بورس، فبالسونار تخيلوا الاوفر القرص والمالتيبل فوليكولار سيست كانها الاخراج. في ناس يقول لك لا ما يشبهش الفوندرامز، يشبه نيكولاس ابيرنس. تعرف نيكولاس؟ عقد. كل واحد ومزاج امه. بس انتوا لازم تعرفوا البي سي او، لان البي سي او ده المالتيبل بتاع مين؟ بتاع الفوليكل، ودي نانيوبلاستيك. لان على الوزن ممكن الاوفريان سيست النانيوبلاستيك تبقى بالشكل ده. ايه الشكل ده؟ ده حاجه بيسموها كورمس لوتيام سيست. اي بنت اي ست في النص الثاني من الدوره بيبقى عندها كوربس ديوتيام اوف منستريشن، واي ست لو حملت بيبقى عندها كوربس ديوتيام اوف لمده 3 شهور. بس الكوربس ديوتيام مكون من ايه؟ ما هو الجسم الاصفر؟ يا كفر ليتينايز جرانيلوزا سيل، اسمه كده. يعني جرانيلوزا حصل لها ليتينايزيشن. يعني ليتينايزيشن يعني كلير سيتوبلازم، هو بالظبط زي الجريفر فوليكل. السنتر بتاعها بيخوخ فتتحول انتو سيست، سموها كوربس لوتيام سيست. الول بتاعها بيبيلوش، ما اسمه الجسم الاصفر. فيري كومن يبقى فيه هيموريدج، ده اسمه كوربس لوتيام سيست. بس الطبيعي الست يبقى عندها كوربس كام؟ كوربس لوتيام واحد، لان هو بعد الاوبيليشن هيتفضل واحد بالكتير او اتنين، لان طول ما في كوربس لوتيام في بروجستيرون. حد فاهم حاجه؟ لان المالتيبل بتاعه رير قوي. لا مش رير. لو افترضنا ان في ست عندها نسبه الاتش سي جي عاليه جدا باثولوجيكال مش نورمال، النورمال اتش سي جي في النورمال بريجننسي. انتوا عارفين الكوربس لوتيام اوف بريجننسي بيعيش لمده قد ايه؟ لحد ما تتكون مين؟ طب وش عرفوا ان البلاسينتا اتكونت خلاص؟ الاتش سي جي هو اللي بيحافظ عليه ان يعيش 3 شهور، اللي بيطلع من العيل والبلاسينتا يعني كرونيك فيلا. وفي الفتره دي ما فيش اوفيليشن. لكن لو زاد الاتش سي جي بشكل باثولوجيكال هناخده، زي الحمل الحويصلي فيزيكال هرمون، زي الكوريو كارسينوم اللي بيطلع كميات رهيبه من الاتش سي جي، ساعتها يخلي مالتيبل جريفيان فوليكل تو اوفيليت. يعني ساعتها هيعمل ايه؟ مالتيبل كوربس لوتيام، وبعدين يحافظ عليهم لان الاتش سي جي نسبته عاليه، فيتكون المالتيبل بتاع الكوربس لوتيام سيست. المالتيبل ما بنسموهش مالتيبل كوربس لوتيام سيست، بنسميه فيكالوتين سيست. الفيكالوتين سيست دي مش نورمال. عشان يبقى فيه فيكالوتين سيست لازم الاتش سي جي نسبته تبقى عامله ايه؟ عاليه جدا، فيحصل في الفيزيكال هرمون او الكوريو كارسينوم. خلي بالك النانيو بلاستيك اوفيريان سيست لحد دلوقتي اربعه، سنجل ومالتيبل. السنجل فوليكولا، المالتيبل بتاعه اسمه بي سي او شتايل ليفنسال. السنجل كوربس لوتيان، المالتيبل بتاعه اسمه فيكالوتين سيست. للاسف بقينا نشوف الفيكالوتين سيست الايام دي كتير جدا.
مش بسبب ولا فيزيكولار مول ولا كوريك كارسينوما، بسبب الاكسي. حد يعرف الاكسي؟ انترا سيتوبلازم سبيرم انجكشن. الناس دلوقتي بيخلفوا بالاي ار تي. تعرفوا الاي ار تي؟ اسيستد ريبرودكشن تكنيك. دلوقتي اي ست ما بتخلفش بتروح تعمل اسيستد ريبرودكشن تكنيك. ساعتها ما بيحبوا يعملوا اطفال الانابيب، بيلقحوا بيضه، ساعتها بيندوس مالتيبل اوفيليشن، يفسقوها اكس جي فيدخلوها في مالتيبل اوفيليشن وياخدوا الاوفم يعينوها، فساعتها بتخش في حاجه اسمها فيكال جينسيست، دي ممكن تموت. ده حاجه اسمها هايبر ستيميليشن سندروم. مش مهم شغلتي. السنجل فوليكلا والمالتيبل بي سي او، السنجل كوربس لوتيا والمالتيبل فيكال لوتيا. اخر نوع من نون نيوبلازميك ان فانكشن اوفيريان سيست خدناها قبل كده. الصوره اللي قدام حضراتكم دي اسمها ايه؟ شوكليت سيست اوف ذا اوفري. حد يعرف اسمها الثاني؟ اندوميتريوز اوف ذا اوفري، اندوميتريوتك سيست. ده دي بقى عندها اندوميتريوزس، واللي متجمع ده منسترال بلاد. از ات شوكليت؟ نو، ده منسترال بلاد. دي بتبقى جوه الاوفري. لازم تعرف اسامي الاوفريان سيست والتقسيمه نيوبلاستيك ونون. وحاجه مش عندكم يا ريت تزودوها، ايه الفرق بين النيوبلاستيك والنون؟ الدايمتر اكتر من 5 تيومر، اقل من 5 فانكشن نون نيوبلاستيك. لان في مجموعه بعد كده من الديزيز بيسموها ديزيز اوف بلاسنتا. الديزيز اوف بلاسنتا دكاتره مش علينا، لان ممكن في كونجنتال انومالي، في انفلاميشن، والمؤلف كتب كده. لكن اللي يهمنا مجموعه بيسموها الجستيشنال تروفوبلاستيك ديزيز. يعني جستيشنال تروفوبلاستيك ديزيز نورمالي، ما هي الوحده البنائيه للبلاسنتا؟ وات ذا ستراكشر اند فانكشن يونت اوف البلاسنتا؟ كوريونيك فيلاي. يعني ايه كوريونيك فيلاي؟ يعني فايبروفاسكولار كونكتيف تيشو كور متغطي بنوعين من الخلايا. الخلايا دي بيسموها تروفوبلاستيك سيلز، سايتوسينسيت. خدتوا الكلام ده؟ شكرا. لو بدأوا يتكسروا هيعملوا جستيشنال تروفوبلاستيك ديزيز. لأن أشهر جستيشنال تروفوبلاستيك ديزيز بيسموه الفيزيكولار مول. اكتبوا عن الفيزيكولار مول كاتيجري، لأن هي دي الوحيدة اللي عليكوا والكوريوكارسينوم، الباقيين كلهم سي، ما تعرفش حتى أساليب. عندنا الفيزيكولار مول، لو سمحتوا عاوز أقول لكم اسمه إيه بالعربي. الفيزيكولار مول اسمه الحمل الفيصلي. بيسموه الحمل العنبي. بيسموه الحمل العنقودي. ومالش اسمه ابدا الحمل الكاذب. الحمل الكاذب ده مش مرض. الحمل الكاذب ده سايكيك ديزيز. مشهور جدا في السن. انا بتكلم دلوقتي على الحمل الكاذب اللي مش علينا. ممكن ما اتكلمش. اقف. الحمل الكاذب ده حاجة نفسية. واحدة ست متجوزة جديد وحماتها عدت. بعد يوم الصباحية تروح لها حماتها. ها يا حبيبتي مبروك، نقول مبروك. تقول لها على ايه؟ تقول لها بيتي حامل. كل يوم ماسكه امها، اتاخرت ليه؟ اتاخرت ليه؟ فساعتها البنت دي هتبقى اندر ستريس. وانس ان بقت اندر ستريس بقى بيسكريشن اف اس اتش وال اتش مش سايكل. اللي بيفرق بين الراجل والست سايكلينج، لان الراجل بيطلع اف اس اتش وال اتش والست بتطلع نفس الكلام، بس اللي بتطلعه ان سايكل الست كونتينيوس الراجل، فساعتها هتطلعه كونتينيوس، فساعتها هيجي لها امينوريا، فساعتها هتفتكر نفسها حامل، وهي بتشوف الحوامل بيمشوا مشيت البط، فتروح مدخله بطنها لقدام، يعمل ريلاكسيشن للانتستين، يجي لها جازيس ديستنشن، ساعتها بطنها تزيد اكتر، وكل شويه يحصل كونتراكشن، زغوله، جرجل، تقول لك الواد بيتحرك. وكل شويه تزودها اكتر لحد ما تروح تولد. انا مش بقرر. ولو راحت تولد على الدكتور قال لها ده حمل كاذب. ده بيدخلها في مور سايكيك ستريس. فكل يوم هتجيله حمل. كانوا زمان اللي بيعرفوا يحلوها برضو الفلاحين دول. كانوا بيحلوها ازاي؟ على فكره اصل دي سبب لعدم الخلفه. ازاي كانوا بيصلحوها زمان؟ يخضوها. لا يا ريت كده يا كراميل. كان يقولها كده حماتها بره. يقول لها بصي روحي لها وقولي لها ايه؟ انت ما تخلفيش يبقى ما تعيشيش. هنفنك حاجه.
يروحوا واخدينها مدخلينها في تربه وقافلين عليها. وبعد خمس دقايق كده يفتحوا ويقولوا لها خلاص ارجع. يروحوا جايبينها حاطينها قدام قطر والقطر لسه هيفعصى يروح شدينها. ما شفتوش الكلام ده؟ هو الغريبه ازاي عرفوا ان هذه السايكليك تروما بتريس السايكليك سكريشن اوف اس اتش ولا اتش؟ ما نعرفش. لان دي معجزه بالنسبه لهم. ازاي؟ الشعوب اللي عملت كده هي الشعب يعني المصريين بس. بقيه الشعوب ما تخلفش ان شاء الله عنها ما خلفت. لكن المصريين كانوا بيزودوا الموضوع يعني رخامه قوي. مش مهم. ده مش المرض بتاعي. المرض بتاعي اسمه الفيزيكولار مول الهيدادي فور مول الحمل العنبي الحويصلي العنقودي. لان ده حمل بجد عاوزكم تفهموه بالبلدي لو سمحتوا. عشان تفهموه هنروح للنورمال فيرتلايزيشن. بصوا كده معايا لهذا الفيديو. ادي ده سبير زي الصاروخ. الاسبرمات بتوصل للبرتيديال كافيتي بعد 4 ثواني من السكشوال انتركورس. لقيناها جوه البرتيديال كافيتي بعد 4 ثواني. ماشيه ماشيه و7000 سبيرم ماشيين زي ما انتم شايفين في اللعره في اللهبل. كلهم متجهين ناحيه الاوفم. ولكن اقوى واحد ينجح ان هو يخش فيها طبعا الدهبل بيخش كتير ما تفهمش ازاي. ينجح ان يخش جواها. وانس اللي دخل الاوفم بتروح مطلعه نيجاتيف تشارج مموته كل اخواته. ولكن تعالوا نفترض مع بعض هذا السيناريو اللي انا هقوله ده مش حقيقه. ده سيناريو. هو هيقعد يتعدى دكتور اجاده سيدي. ده سيناريو. ده بوستيليت اللي انا هقوله ده مش حقيقه. ده سيناريو بوستيليشن فاشل. طب بتقولوا ليه؟ لا نملك غيره. تخيلوا السبير بعد ما دخل في هذه الاوفم اكتشف ان الاوفم دي مشيشه. يعني ايه مشيشه بلغه البصالج؟ يعني ايه نيوكليت؟ فاش نيوكليس. فاش نيوكليس مش اي انسان. ماتيرنال وباترنال 46. لان السبيرم 23 والاوفم 3. السبيرم الاهبل ده بعد ما دخل اكتشف ان الاوفم مشيشه. فاش نيوكليس اللي انا بقوله السيناريو محدش يندمج. فساعتها بعد ما يخش يقول لك بعد ما اخسر كل اصحاب واقطع المشوار ده كله واخش الدين اكتشف ان مفيش بيضه وما نعملش عيل. والله لا اعمل عيل. طب يعمل عيل ازاي ومفيش الماتيرنال بارت؟ قال ايه يا اخويا؟ ينده السبرم صح. طب اعتبار ان في سبرمات جوه بره. انا قلت لكم اللي انا بقوله ده عباره عن ايه؟ ليش ينده السبرم صاحبه ويقول له ما تيجي نحط كروموسوماتك على كروموسوماتي ونعمل عيل. هل هيعمل عيل؟ لا. لان هنا مفيش ماتيرنال بارت. واللي انتوا ما تعرفوش ان الفيتس مين اللي ماتيرنال بارت؟ امال مين اللي بيعمل الباترنال بارت؟ اللي بيعمل الباترنال بارت اوف ذا فيتس هي الكوريونيك فيلاي. في هذا السيناريو اللي انا شرحته هتتكون كوريونيك فيلاي بس من غير عيل. فالكوريونيك فيلاي دي مايكروسكوب بتاخد النيوتريشن وتوديها العيل. هو ساعتها في عيل فتبدا تتحوش جواها نيوتريشن وتبدا تتكاثر. فالمايكروسكوبيك فيلاي بتشاف از جروس فيزيكال. تيجي الست تولد تعرف تولد ليه؟ تيجي تولد تولد فيزيكال على ايد عنب. عشان كده سموه الحمل العنب. لان دي هي الكومبليت مول. يعني ايه الكومبليت مول؟ الكومبليت مول الحمل العنبي الحويصلي الكامل. هل ادي ده صور جروسلي هل بيبقى فيه فيتس؟ لا نو فيتس. هذا الحمل الحويصلي الكامل سببه ايه؟ تو سبير يخشوا انيوكليتد اوفر. عشان كده الكروموسومال نمبر بتاعه ايه؟ 46 ديبلويد 46 لا اما اكس واي لا اما اكس اكس. مش احنا عندنا سبرمات لا اكس لا واي؟ تمام.
لان ساعتها كل البرودكت كونسبشن هي عباره عن ايه؟ فيزيكال يعني دي كورونيك باللايف هو نيوتريشن جروس لي ايدو بقى معايا ساعتها اليوترس هيبقى مليان فيزيكال بس اهم كلمه اليوترس هيبقى اللارجد ولا شرانكد؟ اللارجد كام سنتي؟ كام كيلو؟ اللارجد disproportional than the expected date of pregnancy. تفهموا الكلمة دي؟ كبر الحمل كبر اليوترس في الحمل له مراحل على الاسبوع ال 12 يوصل سيمفيس بيوبس الفندس على 20 يوصل امبيليكس على 36 زيف ستيرن على 40 ميدوي فاكرين الكلام ده؟ لكن دي تلاقيها حامل في 12 اسبوع والفندس بتاعها عند الزيف ستيرن ليه؟ لان اي انسان حجم نيتريشن اللي استهلكها اكتر ولا حجم جسمه؟ حجم نيتريشن ولا جسمه؟ وليكن الدكتور اسمك يا دكتور مريم طب ليه كده؟ طيب ماشي سامي غريب كان عندي واحد اسمها مش عارف مش مهم ماري هان اتلم يا كرامان اتلم يا كرامان المهم انا اظهر براحتي الدكتوره مريهان كلكم بصوا لها كده اهي بسم الله ما شاء الله قول بتاع 25 كيلو 30 كيلو لو مريهان جمعنا النيوتريشن اللي استهلكتها من ساعه ولادتها طبعا مريهان خدت لها بتاع فنتازيل لبن و7 8 9 فناطيل شيبسي و15 فنتاز ميه شربته وعندك بقى بتاع مخبزين عيش كل الكلام ده لو جمعناه شوالين رز ده بتاع وكله بتاع عشرين شوال رز لو جمعنا مكرونه لو جمعنا كل الكلام ده يملوا قد ايه ده كده يملوا العماره دي هل مريهان جسمها قد العماره ليه لان كتير قوي من النيوتريشن اللي خدتها مريهان نزل از ويست برودكت كتير قوي استخدم كانرجي والجزء قليل هو اللي دخل كانابوليزم في جسمها مفهوم اللي بقوله طب الوقت لو الكاون كرونيك في اللاين تسحب نيتريشن ومفيش عيل كميه النيتريشن بالنسبه للعيل لا تقارن عشان كده هيجي على الاسبوع الثالث اليوترس هيبقى تخين جدا لان مفيش عيل ده في النيتريشن بس بتاع العيل عشان كده انت لازم تسقط ساعتها هتولد مفيش مكان اهم كلمه اليوترس بيبقى disproportionately enlarged than the expected date of pregnancy لان دي هي اللي بتكتشفه هتلاقي على الاسبوع ال 12 وصل لحد الزيف ستار ساعتها هتولد هتنزل الفيزيكال اهم كلمه هذه الكوريونيك باللار هي بس اللي اتكونت في الحمل وبيجي لها الانتريشن كتير فتتكاثر عشان كده كميه ال اتس جي اخبارها ايه؟ اكتر من الطبيعي عشان كده لو جينا بصينا للست دي هنلاقي عندها في الاوفري حاجه اسمها فيكالوتين سيست عارفين فيكالوتين سيست لان حضراتكم اليوترس بتاعها يبقى مليان جريب اوف فيزيكال اتاتش توجذر باي فايبرس ستار اهم كلمه تحت الميكروسكوب ايه رايكم في هذه الفيزيكال كل الكورونيك باللايف بقت فيزيكال هيبقى في مارك تروفوبلاستيك بروليفريشن يعني متكاثر قوي السايتو والسنسيتو حد يعرف ليه؟ لان اللي بيستغل هذه النيتريشن هي بس الكورونيك فيلاي بيبقى في نيتريشن جوه الكورونيك فيلاي ودي الميه اللي عملت فيزيكال بس باللغه الباثولوجي مش هنسميها نيتريشن هنسميها هيدروبيك ديجنريشن نسميها ايه؟ عارفين يعني هيدروبيك؟ مي انترستيلا ريكوجنيشن اوف فود جوه الفيلاي هنسميها هيدروبيك ديجنريشن يبقى احنا اللي بنشوفه تحت الميكروسكوب في الكومبليت مول مارك تروفوبلاستيك بروليفريشن عند هيدروبيك ديجنريشن اهم كلمه في الكومبليت مول في فيتس ولا مفيش نو فيتس ادول ايه مشكلتها مشكلتها الست دي هيجي لها ابنورمال يوتراين هيموراج نزيف لان ساعتها هتيجي تولد هتنزل فيزيكال نزيف مخلط بميه سموه برون جيوس ديسشارج مش مكتوب عندكم برون جيوس تلاقي بتنزل دم لونه اسود فاتح لونه عامل زي البرون حد يعرف يعني برون البرون هي الاراسيا تعرفوا الاراسيا
والله ما تعرفوا الأرس. طيب إيه الأرس يا دكتور؟ اللي هي في عيال بيقول لك بلغوه ناشف. الأرسيا ده نبات اسمه الأرسيا. لا ده بلع. ماشي. زي ما أنت قلت يا حبيبة بلع. الأرسيا ده نبات اسمه البرون أو الأرسيا. وموطنه الطبيعي أمريكا الشمالية. ما بتزرعش في الدول العربية. وإحنا اللي بنحطه على الخشاب. ايوه في بنات بقى في دماغهم الاراسيا ده بلح. في بنات في دماغهم ده بلو ناشف بلح بيزرع. الاراسيا ده نبات يعني ينفع اقول الموز ده عباره عن خيار اصفر؟ مش مهم. الست هيجي لها هيموريدج ايه دوب تقلب سرطان يمين خلال متكسره في الكومبليت مول تروفو بلاست فتقلب كوريو كارسينوم لان ده الكومبليت مول اللي يهمكم ايه دو لان ساعات يبقى في حاجه اسمها بارشال مول. البارشال مول سيناريو مختلف شويه. هو الكومبليت مول كان ايه السيناريو اللي انا قلته؟ اتنين سبير دخلوا بيضه ما فيهاش نيوكليس خالص انيوكليتد اوفر. لكن في البارشال مول سيناريو تاني اتنين سبير يخشوا جوه بيضه النيوكليس بتاعتها بلايدد يعني فيها سيفير انومالي. يعني تعمل عين بس العين هيبقى فيه كونجنتال انومالي والعين يموت فساعتها الكوريونيك فيلاي يحصل لها هيدروبيك تشينج وتخش في بارشال موف. تعالوا نقارن مين اللي بيبقى فيه فيتس الكومبليت ولا البارشال؟ عارف انت عم يعرفهاش في الام سي كيو وبتنزل ريتد يقول لك الكومبليت دي كامله والكمال لله يبقى هي اللي فيرفيتس يا ابني الكلب. الكومبليت هي اللي ما فيهاش فيتس اللي فيها فيتس بارشل. ادي ده شكل البارشل في زيجلر مود. حد شايف عيل؟ مش شايفين عيل يا مريض؟ في واد اهو شايفينه؟ حقيقي لا دميه. ادي واد اهو واد البلاسينتا بتاعك معظمها بقى فيها فيزيك. مين اللي بيبقى فيها فيتس الكومبليت ولا البارشل؟ وكلكم هتقولوا في الامتحان الكومبليت. ماشي. مين اللي بيبقى فيه ماركت فيزيكولار فورميشن يعني كلها فيزيكال نو بلاسينتا هتقول الكومبليت. لكن مين اللي بنلاقي فيها شويه بلاسينتال تيشو البارشل. مين فيها بيبقى الكروموسومال نمبر ديبلويد يعني 46 الكومبليت ده اللي تروس بيرم بس. لكن مين الكروموسوم النمبر تريبلويد؟ عارفين ايه تريبلويد؟ يعني 69 لان دول تو سبيرم زي البيضه زي ما الراجل بيقول فدي اسمها تريبلويد. مين فيها اليوترس هيبقى ديسبروبورشنلي لارجر ذان اكسبكتد ديت اوف بريجنس. لكن مين مور اور ليس هيبقى كبير بس قد المتوقع في الحمل؟ بارشل. لان البارشل في عيل كان بيستهلك الليتريشن. مين فيها مش هنلاقي فيها فيكاليتين سيست؟ البارشل. لان البارشل مفيش افراز كتير للاف سي جي. مفهوم اللي بقوله؟ تحت الميكروسكوب هل البارشل هيبقى فيها ماركت ريتروبلاستيك بروليفريشن؟ ما لو كان فيها كانت طلعت السي جي كتير وهي بتطلع بس مور ليس قد البريجننس العادي لان ده حمل. بيبقى فيهاش ماركت هيدروبيك تشينج عشان كده النزيف فيها بيبقى اقل. واهم كلمه مين فيهم تقلب كورو كارسينوما اكتر الكومبليت ولا البارشل؟ ليه الكومبليت تقلب اكتر؟ لان فيها مارك تروفوبلاستيك بروليفريشن. الجدول ده بينزل في الامتحان بسبع درجات وللاسف بيتكتب كالاتي. بينزل السؤال يقول لك جيف ان اكونت اون فيزيكولار مول. الفيزيكولار مول نوعين وهقول من الاول. الفيزيكولار مول لحد النهارده ما نعرفش سببها وحاطين سيناريوهات زباله. بوستيوليشن عارفين يعني بوستيوليشن؟ تخيل ايماجينيشن وتخيل عبيط. لا اما تو سبيرم يخشوا بيضه ما فيهاش نيوكليس لا اما تو سبيرم يخشوا بيضه النيوكليس بتاعتها مضروبه. مفهوم اللي قلته؟ محدش نعم. هل ينفع الفيزيكولار مول يقعد تسع شهور؟ ينفع؟
ماكسيمم الفيزيكال هرمون ما يعديش 3 شهور 12 اسبوع مستحيل هيبدا يزول لوحده تلاقيها بتنزل فيزيكال ودم اسود نازل لكن دي عمرنا دايما اما نحب نصعد ست بنعملها دي ان سي كحت ينفع دي تتكحت لا ساعتها بنسقطها بالسكشن ايفاكيويشن نروح مدخلين قسطره في اليوترس تشفط الفيزيكال بتروح شفطاها لان دي فيزيكال مليانه ميه مش شغلتي يس تبقى اكس 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 واي لكن نيفر واي واي انا مش فاهم ما ينفعش واي واي لو واي واي انكومباتبل ويز لايف لان السيلر ميتابوليزم بيتشال على اكس كروموسوم مفيش اكس كروموسوم في خليه انكومباتبل ويز لايف وصلت ويا دكتور هو يكون في دماغك السبرمات واي بس اوعي انا فاهم سؤالك ده بس طنش وصلت الكمبليت والبارشل خطورتهم بيقلبوا كوري كارسينوم مين اقدر يقلب كمبليت ولا بارشل لاحظوا هو طلبت منكم عدم الاندماج هل اللي انا بقوله ده ايتيولوجي ده بص بوستيوليش عارفين اهم بريدسبوزنج فاكتور للفيزيكولار مول ايه يا ابني بريدسبوزنج فاكتور ما هوش ايتيولوجي اهم بريدسبوزنج فاكتور ايه للفيزيكولار مول اللي اتكتب في الكتب لقوا ان الفيزيكولار مول مور كومن ان رايس ايترز اللي بياكلوا رز كتير اللي انت ما تعرفوش ان المصريين رايس ايتر اكتر رايس ايتر جنوب شرق اسيا والمصريين رايس ايتر تاني اهم بريدسبوزنج فاكتور ست يجي لها حمله بس كل ده مش عليك يجي لها حمل عنقودي ان هي جالها قبل كده حمل عنقودي ما نعرفش السبب يعني في نوع تاني مين ده حمد في نوع تاني من الفيزيكولار مول اسمه انفيزيف مول هي عامله زي الفيزيكولار مول بس بتخش جوه طب نورمال الكرونيك في اللايف بتخرج مش عليكم سي سي وحتى ما تعرفوش اسمه لكن الجد عندنا حاجه اسمها كوريوكارسينوما اكتبوا على الكوريوكارسينوما كاتيجري بي نظري وجار كوريوكارسينوما ده كان سرطان لعين كان نظري وجار يعني نظري ايه هقول لك دلوقتي بيجي ازاي الكوريوكارسينوما كاتيجري بي نظري وجار الكوريوكارسينوما اللي انا بتكلم عنها دي اسمها الصح جيستيشنال كوريوكارسينوما لان احنا قبل كده خدنا الكوريوكارسينوما ممكن تطلع في الاوفري او في التستس نون جيستيشنال يعني ايه نون جيستيشنال يعني ملهاش علاقه بالحمل واحده من جيرم سيل تيومر واحده من تراتوما جروب لكن دي جيستيشنال يعني ايه جيستيشن يعني بتطلع في اليوترس يعني لازم الست تبقى حامل لان الست امتى هيبقى عندها كوريونيك باللايف اما تبقى حامل فعشان كده الفيزيكال الكوريوكارسينوما لا اما تطلع اون توب اوف نورمال بريجننسي لا اما تطلع اون توب اوف ابورشن لا اما تطلع اون توب اوف اكتوبيك بريجننسي لا اما تطلع اون توب اوف فيزيكولار مول بالذات الكومبليت لان الكومبليت فيها ماركت روبلاست بروفيشن طبعا مش فاهمين يعني واحده ست تبقى حامل وتولد وبعد الولاده تكح دم وتموت لان هي هتظهر بعد الولاده ده الكرونيك فيلاي اللي جوه في اليوترس هتتجنن وتبروليفريت واحده يبقى عندها حمل حويصلي نفضه لها وزمان بعديه بشهر تكح دم وتموت من قراءتكم اللي انا بقوله ايه الايرلي ساين اوف كوريوكارسينوما ميتاستاسيس هوموبتس وصلت اللي انا قلته ده الكوريوكارسينوما يا اما تطلع عن طب بريجننسي سواء اكتوبيك ابورشن لا اما تطلع عن فيزيكولار مول مين اشهر فيزيكولار مول الكومبليت طبعا باثولوجي بتلاقي اليوترس اللارج بس بصوا بقى معايا
ادي ده شكل اليوترس من الكوريو كارسينوم. هي الكوريو كارسينوم بتطلع في الكابيتال اوف اليوترس ولا في الور؟ ليه في الور؟ ده الكوريو في اللاي داخله في الور، عشان كده بتبان از انفيلتريتنج هيموراجيك نيكروتيك فرايبل ماس. وتحت كلمه هيموراجيك نيكروتيك دي تحزقوا قوي. رئيس الاسم الاسبق مش السابق كان يعتبر من اوائل رؤساء الاقسام المصريين في الباثولوجي، كان اسمه اسماعيل كامل رحمه الله عليه، مش هنتكلم. كان بيوصف الكوريو كارسينوما بعينيه وتحت الميكروسكوب، وكان بيقول ما هي الا بحار من الدماء تسبح فيها البليجن سيلز. وده بيديكوا دليل على الفاسكولاريتي الرهيبه اللي موجوده في الكوريو كارسينوما، لان جروسلي بنلاقي الوول زي ما انتم شايفين شو انفلتريتنج هايلي هيموراجيك هايلي نيكروتيك تيومر ماس. طبعا الاوفرس بيبقى فيها فيكالوتين سيست. ليه بيبقى فيها فيكالوتين سيست؟ ما الكوريو كارسينوما بتطلع اب نورمال اماونت اوف اتش سي جي تحت الميكروسكوب. على فكره ده جار عندكم تحت الميكروسكوب. ادي ده شكل الكوريو كارسينوما. بنلاقي حضرتك ماركت اريز اوف هيمرج اند نيكروزس، ده قبل المالجنان سيلز. وفي مالجنان سنسيتي تروفوبلاست، تعرفوا السنسيتي اللي فيها مالتيبل نيوكليار. وفي مالجنان سايتو تروفوبلاست، تعرفوا السايتو اللي فيها نيوكليس واحده، اللي كانوا بيسموها زمان لانج هان سيل. فاكرين لانج هان جاينت سيل؟ دي اسمها لانج هان سيل. السايتو تروفوبلاست اسمه القديم لانج هان سيل، بس ما بقاش حد يستخدم اللفظ ده، لان دلوقتي لما يقولوا لانج هان يقولوا لانج هان جاينت سيل، ومش اسمها لانج هانز خالص. لانج هانز دي فين؟ في البيتا سيل اوف ايلت اوف لانج هانز البنكرياس. التيومر هايلي هيموراجيك نيكروتيك، السبريد بتاعه ما تفكرش دايركت يروح للتيوب للاوفر البروتينيوم والست بريزنتيشن هيموراجيك اساينس ايرلي لمفاتيك ايرلي بلاد. وقلت لكم الفيرست ساين كانت هيموبس. الست اللي عندها كوريو كارسينوما هل الاتس جي بيوطف دمها؟ يزيد، عشان كده بتلاقي عندها المانيفستيشن اوف انكريس اتس جي. بسالك في الاورال، لو ست عندها الاتس جي زياده بريزنت كلينيكال ايه؟ واحد بوست بريجننس تيست، اثنين فيكال يوتين سيست، لان احنا دلوقتي خدنا امراض بيبقى الاتس جي فيها زياده قوي. واحد فيزيكولار مود، اثنين كوريو كارسينوما. فبالتالي دي اسمها جستيشنال كوريو كارسينوما. الجستيشنال كوريو كارسينوما كانت زمان مالهاش علاج، لان الايرلي ساين ميتاس يعني ان اوبر دلوقتي هو السرطان الوحيد اللي بيتعالج حتى لو بعد ميتاس والضاوت سيرجن. عارفين بيعملوا بيه؟ كيمو ثيرابي الو ميثوتريكسيت. وانس اللي اديت الست دي ميثوتريكسيت، كل هذا الميثوتريكسيت اللي هو فوليك اسيد انتاجونست هتاخده المالجنان سيل، فمش هتسيب ذره ميثوتريكسيت للنورمال سيل، فالتيومر يموت والميتاس بتاعته بتموت من غير ما تشيل اليوترس للست ثانكس تو كيمو ثيرابي. الحاجه الوحيده اللي نجح الكيمو ثيرابي في علاجها هو الكوريو كارسينوما، بيتعالج وذاوت سيرجري، رغم ان الست ممكن تبريزنت بهيموبس، وده السرطان الوحيد اللي بيتعالج وهو بعد ميتاسس الون باي ميثوتريكسيت. بس تاكدوا تكتشفوا بدري امتى؟ ما هو اول برزنتيشن ميتاسس تكتشفوا اما الاتش سي جي يعلى. فاهمين حاجه؟ وانس ان انا لقيت الوول ثيكند في اليوترس اتابع الست باتش سي جي ليفل. المفروض بعد الولاده بعد فيزيكولار مول شلته الاتش سي جي يقل، لو لقيته ما بيقلش بيدبليكيت ساعتها اخد الخطوه على طول بميثوتريكسيت كيمو ثيرابي. ما استناش لحد ما يحصل هذا الموضوع. في عندكم بعد كده حاجه اسمها بلاسينتال سايت اوف بلاست تيومر سي، وما تبصوش عليها. في حاجه بعد كده بصوا على الفيديو ده اذا سمحت. في حاجه كاتيجري بي كده اسمها اكتوبيك بريجنسي. الاكتوبيك بريجنسي لازم تعرفوه، ما حدش هيقول لكم بعد كده حتى في النساء. الحمل خارج الرحم. نورمالي الامبلانتيشن اوف ديزايجوت بيحصل فين؟ في النورمال يوتراين كابيتال. لان انتوا عارفين ان الاوفم بتبقى موجوده في الفالوبيان تيوب. مين اللي بيجري عليها ده؟ سبيرم. والسبيرما بيلقح الاوفم، اقوى واحد هو بيخش تبدا الاوفم بعديه تنور. شايفين النور اللي طلعته ده؟ ده النيجاتيف تشارج.
فتموت الباقي. مفروض ان هي تنزل وتمبلانت في اليوترس. اكتوبيك بريجنانسي يعني امبلانتيشن اوتسايد النورمال يوتراين كافيتي. ساعتها اكتر حته بيحصل فيها جوه التيوبس. ليه؟ لان اشهر سبب لو الست دي كان عندها تيوبال ادهيجن، تعرف عن التيوبال ادهيجن؟ سقط عندها سلبنجايتس، بحس ان اليومن ده ما اتقفلش، ده يعني هيسمح لمين ان هو يخش؟ السبير. لكن ازاي كده لما يجي ينزل هيسمح له؟ فيبدا يمبلانت جوه الفالوبيان تيوب. خلي بالكم اكتوبك مش معناه جوه الفالوبيان تيوب بس، اشهر حته في الاكتوبك فين؟ في التيوب. لكن ممكن اكتوبك يبقى في الفاجينا، اكتوبك في السيرفكس، اكتوبك في الاوفر، اكتوبك جوه البريتونيال كافيتي. مفهوم اللي انا بقوله؟ بتست استبهبل. دي يسموها بريتونيال. لكن اشهر حته للاكتوبك هي هي تيوبال، وده اخطر نوع. ليه؟ لان ساعتها الجروست هيبدا الزايتر يمبلانت، يبعت كوريونيك في اللاين، الوول بتاع التيوب اخباره ايه؟ رفيع، هيروح مخروط. فالست تخش في ديستيرب تيوب الاكتوب. يعني ايه ديستيرب؟ يعني هيخرج من تيوب يروح للبروتيليال كافيتي. حد شايف العيل اللي نازل قدامكم ده؟ حد شايف يدرس؟ الست دي رحمه الله عليها ماتت. تيوب الاكتوبك بريجننسي قاتل. لو اتساب ماكسيمم شهر واحد هيخرم الولف تيوب ويعمل سيفير بريتونيال هيموريدج. ادي خرم التيوب، وادي الكورونيك باللاين نازله، وادي الواد راسه هيشف راسه ورحمه الله عليها ماتت. لازم يكتشف قبل ما يبقى ديستيرب. يا ده بيموت. تكتشفه ازاي؟ بمتابعه الحمل. ازاي؟ اي ست حامل هيعرفوها حامل بزياده ال اتش جي، مش ده البريجنس تيست؟ لازم يعملوها صناعه. مفروض على اول شهر يعني قبل الميست بيريود مفروض ان هم يلاقوا عندها ساك جوه الكافيتي جوه اليوترس. يعني لو واحده عندها اتش سي جي عالي بوزيتيف بريجنس تيست وحطوا على اليوترس ما لقوش ساك يبقى اكتوبك. طب هيعرفوا ازاي؟ هو الاكتوبك بيبان بالصناعة؟ لا ما ينبانش. بيعملوها بالدبليكيشن اتش سي جي. لو ده كان في التيوب مش هيدبليكيت الاتش سي جي كل يوم، لان الظروف مش حلوه، الفاسكولاريتي مش حلوه، فهيلاقوه بيزيد لكن مش زي النورمال. ساعتها يقرروا على طول يفتحوها ويشيلوا لها مين؟ التيوب بالاوفري. ما يسيبوش الاوفري. طب والاوفري ماله؟ لو سابوا الاوفري ساعتها ممكن يتلقح الاوفم وهي جواه، يجي لها تيوب الاوفيريا، اكتوبك اوفيريا. او الاوفم تتاخر في الطريق فيعمل اكتوبك على الناحيه الثانيه. دايما علاج التيوب الاكتوبك بريجنانسي سلفنج اوفريكتومي، استئصال فرد التيوب وفرد الاوفري على الناحيه دي. ما حدش كان يعملها لان في واحد عيل صغير جديد قريب عندنا في الاسرائيلي بيرجع الهبل، يقول لك طب ونمشي ما حلو التيوب. بيعمل لها ملكي. تعرف يعني ملكي؟ يعني مش الحمل جوه تيوب؟ يفعص التيوب كده وينزل البرودكت كونسبشن. ممكن يحصل تاني. ده حيوان. ما هو التيوب ده اساسا كان فيه اديجن هو اللي خلاه يعمل اكتوبر. اما الوقت يبقى عمل له ملكي، عمل ايه في الاديجن؟ يعني اكيد 100% بعد كده هيحصل اكتوبر. النوبات دي ربنا صادق واتلحت. النوبه الجايه هتموت. حد فاهم حاجه؟ مش شغلتنا. الاكتوبك بريجننسي لازم تعرفوه. ده الاكتوبك بريجننسي مره جابوه سؤال في الامتحان. ولكن انتوا بس تعرفوه لا نظرا لاهميته للجنين. كده خلصنا. ديزيز كل بقى ديزيز الفيميل مشطوبه من عليكم خالص. ده رسمي ده يعني. وهنخش بعد كده على موضوع مهم جدا اسمه ديزيز اوف البريست او مالري جلاند. على فكره ده يعتبر من الشباتر اللي معظمها مهم. ده اخر شابتر من الحاجات اللي عندنا معظم الطبيب فيها مهمه. ديزيز اوف ذا ماماري جلاند اول مجموعه حاجه اسمها الانفلاماتوري ديزيز انفلاميشن اوف ذا بريست اللي بنسميها ماستايتس.
او كل الماستايتس كاتيجري بي 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 اورال وام سي كيو. ادي ده الفيميل بريست، ده النبل. النبل بيبقى عليه كام خرم يا عم شيخ؟ ولا يا باسل النبل عليه كام خرم؟ انا ادرى ازاي يا باسل؟ باسل ما خدتوش يابا الاناتومي؟ في كام خرم؟ من 20 ل 21. الفرق في واحد، لان الوحده البنائيه للثدي هي اللاكتيفرس لوبيول الاسيناي والضغط. لان في من 20 ل 21 19 منهم موجودين في الابر اوتر كوادرنت. عشان كده معظم الديزيزز في الفيميل بريست ابر اوتر كوادرنت يتكع. عشان كده قلت الاناتومي، اللي بيطلع اللبن البيول، واللي بينقل اللبن الضغط. فاللي عرضه اكتر للريتيشن الضغط، لان الماستايتس هو انفلاميشن اوف بريست. اشهر نوع من الماستايتس بيسموه اكيوت سيبتيك ماستايتس، بيسموه اكيوت سيبيرتيك ماستايتس، بيسموه اكيوت بريست ابسس. اللي اشهر اسم له ما اتكتبش عندكم لاكتيشنال ماستايتس، لان اشهر سبب له لاكتيشن، لان مفيش ست ما بتعرفش ترضع الا لما لازم يجي لها في اول رضاعه لها. لان مفروض الست تتبع النصائح الثلاثه للرضاع. قولهم. اللي انت لازم تقولهم للستات والدكتوره تقولهم للستات، عشان الاكيوت لاكتيشنال ماستايتس مش علاجها انتي بايوتك زي ما انتم متخيلين. مفروض الست تغسل صدرها قبل الرضاعة. اسمع ايه ده، هو اللي كان بيقول الكلام ده ما كانش فاهم اللي بيقوله. اتلم، تغسل صدرها قبل الرضاعة وتفضي صدرها اثناء الرضاعة وتغسل صدرها بعد الرضاعة. والهدف مش العين، الهدف هي ليه؟ لان ايه اسباب الاكيوت ماستايتس؟ اي اكيوت انفلاميشن كام نقطه؟ انتبهتوا اللاكتيشن والبصور سي او ام تي بي اف. في اورجانيزم اسمه اكيوت ولا سبتيك ولا ماستايتيس او سمثينج، يبقى ايه الفرق؟ اورجانيزم ستاف وستريبت ونيمو وجور ويكولاي. والاشهر ستاف، الستاف دي فين؟ دي نورمال كومنسل اوف سكين. مود اوف ترانسميشن، تخش ازاي البريست؟ في معظم الاحيان ثرو فيشر نيبل او ثرو دكت. ايه البريدسبوزنج فاكتور؟ البريدسبوزنج فاكتور باد هايجين. يعني ايه باد هايجين؟ يعني ما بتعملش النصايح الثلاثه دي. مش فاهم، هي لسه انت المفروض تغسل صدرها قبل الرضاعه عشان تقلل الاستاف اللي موجوده على الجلد. طب وليه لازم تفضي صدرها اثناء الرضاعه؟ لان الميلك از كالتشر ميديوم. طيب وليه لازم ترجع تغسل صدرها بعد الرضاعه؟ لان الوضع ما بيرضع في سلايفا، السلايفا دي ميوكس. وانا قلت لكم الترم الاولاني اللي ميوكس له هايجروسكوبيك اكشن. يعني ايه هايجروسكوبيك؟ يسحب ميه فيشقق. هو ده اللي بيعمل فيشر نيبل. يعني الست بتغسل صدرها لمصلحه العيل ولا لمصلحتها؟ لمصلحتها. اللي طلع بقى يتكلم بيقول لك تغسل صدرها والعيال وقله الادب والسفاله، مش فاهم دي؟ غسيل صدر الست لها عشان ما يجيلهاش ماستايتس. لكن مهما ان كانت معفنه، العفانه اللي على صدرها دي بالنسبه للعيل اميونو جلوبلين ايه؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ هي دي فكره الهيجين، مش الفكره النظافه زي ما انتم متخيلين. الهيجين عشان ما يحصلش ماستايتس. ودي على فكره مهمه مين؟ مهمه دكتوره النساء او دكتور النساء. لان لما الست بتيجي ترضع لاول مره، حد يقول لها الكلام ده؟ لا لا، المفروض الدكتور، المفروض انت كراميل. لان لما تكون دكتور نساء والست متابعه معاك تيجي تقول لها بصي بقى يا سوسو، انت خلاص هتولدي قريب، فقبل الولاده كده باسبوعين تبداي تعملي مساج للنبل، تحط لوبريكانت وتقعد تشد النبل بتاعها. وبعد كده تقول لها ان شاء الله اما ترضع هينزل كوليسترول. تعرف الكوليسترول؟ انا عرفت اخرتك يا كراميل. وتبدا تديها النصائح الثلاث دي، اهم حاجه الدكاتره لسه يعملوها.
دكاتره لسه بيعملوا كده، لان طبعا حماده وماما ما بيقولهاش الكلام ده. هقول لكم نصايح بقى في الفلاحين للرضاعه، نصايح وسخ. الاهم من ده كله باثولوجي سايت روسلي البريست بيبقى هذا المنظر. ادي الست كانت بترضع وما تستفادش بالنصايح الثلاثه. عارفين الماستايتس في اي بريست عندها قدامكم؟ الشمال. البريست بتاعها زي ما انتم شايفين زي اكيوت انفلاميشن، هبقى هايبرميكوس وولن وديمتس وهايلي تندر سيفير بين بتصوصه، ساعتها بيتجمع دي فورم اوف ابسس. لا اما الابسس يوصل نفسه في السد ده بيسموه انتر ميموري، لا اما يبقى قدام ورا النبل ريترو ايرر بري ميموري، لا اما من ورا ريترو ميموري. لان زي اكيوت انفلاميشن هنشوف ايه لو خدنا بايبس وناخد بايبس نشوف ايه فازو دايلاتيشن واكيوت انفلاماتوري سيل ونقفل الكلام ده. في معظم الاحيان يخف. يخف ازاي؟ مش قد بقى ده بيعمل ابسس، واني ابسس اس فور انسيجن. نيجي ساعتها نفتح ريترو اريلر انسيجن ونفضي الصديد، بس ما تكسر كده هيتجمع، يعني البريست سايد جرافيتي، فلازم نروح خارمين البريست من تحت كمان، نركب درناق. ساعتها الست بترفض يقول لك ناخد انتي بايوتيك، بس لما تاخد انتي بايوتيك تتحول من اكيوت بريست ابسس انتو كرونيك بريست ابسس. العلاج بعد كده هيبقى بارشال ماستكتومي، استئصال جزء من السكتة. مفهوم اللي بقوله؟ الكرونيك ماستايتس عندنا احنا في الباثولوجي عملناها لكم سي. الكرونيك ماستايتس هي الكرونيك بريست ابسس اللي هي التي بي بلارزيزس جرانيلوميتس، عملناها سي. لان النوع الثاني من الماستايتس اللي هو الكاتيجري بي برضه ده حاجه مشهوره في العواجيز، ستات العواجيز بيسموه ضغط كتيزي، واسمه القديم بلازما سيل ماستايتس. اهدوا عشان تفهموه، عشان تفهموه هسال السؤال اللي مش هتجاوبوه. ايه الفرق بين البريست في الستات في الشايلد بيرنج بيريود الشابات والبريست في الستات العواجيز؟ عايز السؤال؟ ايه البريست؟ ايه الفرق بين بريست الستات الشابات في الشايلد بيرنج بيريود وبريست العواجيز الستات العواجيز؟ اتفضل. حافظه ومش فاهم. الاثنين ستات يا حاجه يا نهر، الاثنين فيهم اصناعي لا يطاعك. الرجاله هما اللي ما عندهمش اصناع، عشان كده لو قلت بنت لسه مولوده صدرها تنزل لبن تصدقها ولا ما تصدقهوش؟ تصدق طبعا. كل البنات اللي قاعدين قدامي دول وهم صغيرين مولودين كان صدرهم بينزل لبن، بتشتغل الهرمونات بتاعت امهم عليهم. لكن لو قلت لكم راجل صدره بينزل لبن ما صدقش، لان ما عندوش لبيوت. لكن ده مش سؤالي. ايه الفرق بين بريست الستات في الشايلد بيرنج بيريود وبريست الستات وهم عواجيز؟ اتلموا انتوا الاثنين. الفرق في حاجه واحده، في الاوبننج اوف داكتس. الاوبننج اوف داكت اللي على النبل في الستات العواجيز بيبقى مقفوله، مقفوله بحاجه اسمها كيراتين بلبس، لان ساعتها الاستروجين وهي المفروض مش هترضع بيقفل هذه، بيعمل لها بارشنال اوبستراكشن مش كومبليت. لو اي سبب من الاسباب الست العجوزه دي زاد عندها البرولاكتين، تعرف البرولاكتين؟ هيخلي صدر الست ينزل ايه؟ لبن. سال لبن هيعرف ينزل؟ فتبدا الضغط توسع. سموا المرض ضغط كتيزي، دايلاتيشن اوف ضغط. وهتبقى مليانه مش لبن، لان اللبن هيتجمد. السبيسييتد ماتيريال جبنه. واللبن فيه بروتين، فلما يطلع بره هيكسايد انفلاماتوري رياكشن فيري ريت ان بلازما سيل، عشان كده سموها بلازما سيل ماستايتس. على فكره كل دي مش مكتوب عندكم، اللي اتكتب عندكم ان هو قاله لكم كفاكت، قال لك ان البلازما سيل ماستايتس هي كونديشن ان ويتش ذا داكتس ار دايليتد فيلد وذ، ادي شكلها تحت الميكروسكوب، السبيسييتد ماتيريال. انا قلت لكم السبيسييتد ماتيريال دي ايه؟ لبن متجبل حواليه انفلاماتوري اكشن فيري ريتش ان بلازما سيل. قال لك سببه ايه؟ ما نعرفش. احنا طبعا ما تعرفين سببه. واحده عجوزه، والكتاب قال لك بيحصل في الستات العواجيز، زاد عندهم البرولاكتين لاي سبب من الاسباب. هو ده سبب. زمان كانوا يقول لك تفسيره مش معروف. تحت طبعا هتيجي الست تحس بملطم ان ديلاريتي دايليتد ضغط. بعنينا هنلاقي الضغط دايليتد ومليانه جبنه.
تحت الميكروسكوب هلاقي الضغط مليانه هوموجينس بينك ماتيريال ده اللبن حواليه انفلامات رياكشن فيري ريتش بلازما سيل. كان زمان بيفكروا بتقلب سرطان وهي ما بتقلبش سرطان بس هي مشهوره في الستات العواجيز وهي اشهر سرطان في الستات بشكل عام بما فيهم العواجيز فهي ما بتقلبش ولا نيل. لكن الضغط اكتيزيا ده نوع من انواع الماستايتس اخر نوع من الماستايتس اللي هو تروماتيك هارت انفلوس بس دخل ده في الترم الاولاني. في بعد كده عندنا بقى ركزوا لان ده الموضوع الاساسي النهارده اللي انا هخلصه خلاص من الاول. الموضوع الاساسي النهارده عندنا حاجه اسمها فايبروسيستيك ديزيز اوف بريست بس لازم تعرفوا اسامي التاني. اسمه التاني بيسموه ماماري سيستيك هايبربليزيا، اسمه التالت بيسموه فايبرو ادينوزيس. والناس كلها دلوقتي تحب الاسم فايبروسيستيك ديزيز اوف بريست. ايه هو الفايبروسيستيك ديزيز اوف بريست؟ اكتبوا عليه الكاتيجوري ايه؟ نظري وجار وسلايد وكيس ويساوي اندوميتريال هايبربليزيا. مش فاهم. الاندوميتريوم والبريست هرمونال ديبندنت استروجين، فلو زاد الاستروجين هيعمل على مستوى الاندوميتريوم اندوميتريال هايبربليزيا، على مستوى البريست ماماري سيستيك هايبربليزيا. الاندوميتريال والماماري سيستيك هايبربليزيا از ا فيري كومن كونديشن، دايما بتصيب الستات بري منوبوزال من سن حدود 35 ل 50 سنه. انا قلت الكلام ده قبل كده. هو بيمثل exaggerated response to estrogen، ساعتها هيبقى pathology site يجي في البريست اليمين ولا الشمال. مين بيجي لهم estrogen؟ الاثنين. هتبدا الست ديت اللي هي perimenopausal اللي هي معظم الستات 35 ل 50 تحس multiple نودولار بارتس حتت نودولاريتي وبتوجع. خلي بالك المفروض ان اي ست بعد دورتها بعد سن ال 30 تعمل حاجه اسمها سيلف بريست اكزامينيشن. تعرف ايه سيلف بريست اكزامينيشن؟ تحط ايديها على البريست ازاي؟ ما تحطوش بصوابعها كده، تحط كده بالبالم اوف فينجر بالبالم. اشمعنى؟ التيبس اوف فينجر حساسه جدا، لو جت تحس كده هتحس اللي بيول كانه نديول. وصلت؟ لكن عشان تحس لازم تحس كده. المفروض ان ده السيلف بريست اكزامينيشن الست تحس بالبالم اوف فينجرز، ساعتها هتحس ان في مالتيبل نديولاريتي. لكن الجروستي عباره عن ايه؟ عباره عن سيست حواليها فايبروسس. عشان كده سموا المرض ده فايبروسيستيك ديزيز اوف بريست. ليه بقى؟ ليه حصل؟ لان تحت الميكروسكوب. تحت الميكروسكوب ده الكومنت بتاع السلايد اللي انتوا ما بتعرفوش تحفظوه. تحت الميكروسكوب دي صوره مقرره عليكم في الفايبروسيستيك ديزيز اوف بريست. لان السيست دي لا اما تبقى مليانه ميه لا مليانه هيموريدج لوش ما تفرقش معايا. تيجوا تبصوا اول حاجه هتشوفها تحت الميكروسكوب ايبيثيريال هايبربليزيا. يعني ايه ايبيثيريال هايبربليزيا؟ يعني الخلايا الإبيثيليال في الثدي يعني الضغط والبيول متكاثرة. ودي بتشمل ثلاث كلمات. أول كلمة أدينوزس. يعني إيه أدينوزس؟ تكاثر عدد الضغط والبيول. عشان كده حجم البيول بيزيد. ثاني كلمة لوبيولر هايبربليزيا. يعني إيه؟ يعني الخلايا اللي بتلاين البيول بدل سنجل لير تبقى مالتيبل لير. وكتير قوي تبقى بعض الخلايا فيها اتيبيكال، يعني فيها كريتيريا اوف مالجنسي. تاني كلمه في الابيثيليال هايبربليزيا ضغط الهايبربليزيا. يعني ايه ضغط الهايبربليزيا؟ يعني الابيثيليال بتاع الضغط يتكاثر في العدد وممكن يبقى اتيبيكال، بس الاهم منه بيعمل لنا بابيلي. دي بيسموها بابيليماتوزيس ايبيثيليوس. اللي هي الصوره اللي جابوها مره في امتحان كلاس ايه والعيال ما عرفتش تجاوبها. ادي دي ضغط، حد شايفها؟ الابيثيليال جواها حصل له ايه؟ تكاثر. يقول لك السهم بيشاور عليه بابيليماتوزيس ايبيثيليوس، لان اول حاجه متكاثره الايبيثيليا بيسموها ايبيثيليال هايبربليزيا ان ذا فورم اوف ايه؟ ان ذا فورم اوف ادينوزيس ضغط الهايبربليزيا لوبيلار هايبربليزيا. بس البريست مش عباره عن ايبيثيليال سيل بس، ده عباره عن ايبيثيليال سيلز ضغط ولوبيول وفي حواليه فايبرستروم. فتاني كلمه بيحصل فايبروسس. بيحصل ايه؟ طب ما هو بسبب الفايبروس ده حصل السيست. مش
مش هو يسموه فايبروسيستك؟ يعني الجروس اللي احنا بنشوف ايه؟ سيست حواليها فايبروس. لان تحت الميكروسكوب في بيثيليال هايبر بليز في فايبروزز هيؤدي الى عمل سيست فورميشن. بس كتير قوي من هذه السيست من هذه اللي بيقول بص بالصوره دي نلاقي الخلايا بتاعتها محمره والايبكس بتاعها متاكل. بيسموا الحركه دي ايبوكراين ميتابليزم. تعرف يعني كلمه ايبوكراين؟ بطريقه من انواع السكريشن الايبكس يطير وتطلع السكريشن. هو البريست ده امبريولوجيكالي كان ايه؟ حد يعرف البريست ده كان ايه؟ طب تعرف الامبريولوجي؟ البريست ما هو الا موديفايد سويت جلاند غده عرقيه. والسويت جلاند نوع السكريشن فيها ايه؟ ايبوكراين. كان زمان لما يلاقوا في مامري سيستك هايبر بليزيا والخلايا الزينوفيليك وبتاكل ايبكس كانوا يخافوا يقول لك ده اللي بسرطان. ده طبيعي. الايبوكراين ميتابليزيا دي شيء طبيعي في البريست. ايه كمان؟ كمان دي ياما دخلت الدكاتره الباثولوجي السيل. كمان الصوره اللي قدامكم دي مش لسه قلت لكم الفايبروسيستك ديزيز بريست ريبريزنت ماس ديول. لو كان التكاثر عادي بس الفايبروز عنيف قوي. حد شايف ضغط هنا؟ ضغط صغيره وضغط صغيره وضغط صغيره. ممكن الفايبرس تشل عنيف يفعص الضغط. لو فعص الضغط هتشوفوا اليومن؟ لا هتشوفوا خلايا ابيثيليا ماشيه جوه الفايبرس تيشو. حد شايف الابيثيليال سيلز دي ماشيه جوه فايبرس تيشو؟ ساعتها اقعص جعيس في الباثولوجي هيشخصها انفيزيف دكت كارسينوم. هيشخصها سرطان السن سكيرس. فيعمل ايه؟ يشيلوه. حصلت سنه 89 استاذ مشهور ولسه عايش باثولوجي واحد صاحبه جراح مشهور جات له رقاصه مشهوره. الرقاصه دي عندها ماس في السن. قال له نعمل لها فروزن يعني اسحب عينه وانت تبص عليها في ساعتها وتقول دي ايه ونتكل على الله. بص عليها لا المنظر ده مش البيزل ده كارسينوم. ده بيسموه سكليروزنج ادينوس. يعني سكليروزنج ادينوس يعني فيبروز عنيف جدا لدرجه ان خلى الجلاند اللي هي الضغط اللي شكلها ضغط بقيت عباره عن سيبر ايبيثيليال سيل. والاستاذ ابدع عصجعيس بيقع فيها. عارفين تفرقوا ازاي على الاثنين؟ لا خالص. لو بصيتوا هنا في سبيندل سيل جوه الايبيثيليال سيل دي اسمها مايوبلاست. وجود المايوبلاست يساوي السكليروزنج ادينوس لان المايوبلاست دي كانها البيزمنت ممبرين. حد فاهم حاجه؟ راح فقعها على التشخيص انفيزيف دكت كارسينوم. الجراح هيعمل ايه؟ هيشيل البريست والاكزيلا. وبعد ما شال البريست والاكزيلا بعت هذه العينه لاستاذ باثولوجي عندنا صاحب الاولاني. لان دايما قاعده كده لو شخصت بايوبسي عند باثولوجيست ابعت الراديكال عند حد تاني. فاهمين ليه ولا مش فاهمين؟ يعني دي اسمها دبل دايجنوز عشان ما تكمليش لو هو غلطان تلبس العينه اكتر. بس للاسف دي راديكال اوبريشن هيلزقوا ازاي تاني؟ فالتاني اللي هو صاحب الاولاني استاذ ربنا يديله الصحه من عايشين قال لهم انا عاوز اشوف العينه. عاوز اشوف العينه الرقاصه. قال لها يا حاجه نعم. قال لها هو انت شلت البريست بتاعك ايه؟ قالت له نعم يا اخويا. شلته ليه؟ قال لها انا كان مضايق في حاجه. قالت له كان في سرطان. قال لها مين قال الكلام ده؟ قالت له فلان. لا ما فيش شايف سرطان خالص. ده بريست سيلوز مفيش اي حاجه. قالت له مفيش اي حاجه؟ فاهمين حاجه من اللي هو كان بيعمله الاستاذ ده؟ الواطي بيعمل ايه؟ بيسخن على اولاني. طبعا طلعت من عنده قضيه. رفعت قضيه وحاجه اسمها لجنه القيم. الباثولوجي ده بالذات شغلانه وسخه. اي حد في الكلينيكال بيشخصك بيديك كلام مكتوب بالتشخيص بتاعه؟ ها؟ بيديك روشته. الروشته ده فراخ. تيجي تقول له انت قلت لي ان ده سرطان يقول لك ده انا كنت بقول لك مش سرطان. لكن الباثولوجي بيدي التقرير ايه؟ مكتوب ممضي مختوم. ف
راح ساعتها رفع قضية وبص على السلايد وانتشف الاسكليروس الجادلوسيس، فهو اتحكم له ما يتسجنش ولا حاجة، لان ده مش مال براكتس اي حد يقدر، بس لازم يعوضه. سنة 89 خد التعويض على فردة البريست دي مليون جنيه. سيدي سعيد القاضي قال ان ده اقدر مستقبل المهنه. لان يا دكاتره ايه المشكله يعني لما الست يبقى عندها البريست بتاعها متكاسل؟ المشكله ان هي بتقلب بكارسينوما. ايه اكتر نوع يقلب كارسينوما؟ الفلوريد هايبر بليزي يعني السيفير اللي فيها اتيبيا اتيبيكال دكتر اتيبيكال لوبيا. لسه ما خلصتش. في بقيت عند كده مواضيع عندكم بنايل ليجن ثانيه في البريست، ضغط بابلومه، ضغط فايبرو ادينوما، والسيفير فورم منها بيسموه في اللويدز تيومر. بس كل الاورام دي احنا خدناها في الجنرال، حد يعرفها؟ ما خدتوش فايبرو ادينوما؟ بيري كاناليكيلر وانترا كاناليكيلر، وده اشهر بنايل تيومر في الثدي وبيسموه ماوس اوف ذا بريست. الضغط بابلومه اللي بيبقى فيها بليدنج برنبل، الواد اكتشف الهلبوت عشان يصطاد. الكلام ده اول مره تسمعوه؟ اللي ما سمعوش برضه يذاكروا بالجنرال او يذاكروا من هنا، انا افضل من هنا. اكتب عليك كاتيجري ايه؟ الضغط بابلومه، الفايبرو ادينوما، الفيلويدز، دي كاتيجري ايه؟ يعني تيجي في الامتحان؟ لا. لكن هتجيلك. عارفين هتجيلكوا ايه؟ براكتيكال. انت عندكم دوس لايف بيري كاناليكلر وانترا كاناليكلر. عندكم كمان كيس، لان دول بناين تيومر، لان في الجنرال ولكن ما بتجيبهاش ريتن. فاهمين اللي انا بقوله؟ فانا مش هعلق عليهم لان انا اوريدي كنت قايلهم قبل كده، بس لازم اعرفكم ان دول اخبارهم ايه؟ نتيجري ايه؟ عندكم جار. مين جار؟ بيري وانترا كاناليكلر وفايبرو ادينوما. لان انا هبدا ان شاء الله احاول ان الاسبوع الحصه الجايه ان شاء الله يا دكتوره منى نازله يوم الثلاث بكره في اخر 10 دقائق، لو شطبت من بابه خلاص، ما شطبتش انا اشطب. ايه المشكله يعني؟ نعلق على اخر حاجات. المهم الحصه الجايه في موعدنا. لا لسه.